الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين في هذا اليوم المقدس الكبير العظيم الذي زحف به ملايين الملايين من شيعة أمير المؤمنين ومحبي الحسين عليه السلام. نحن الآن ومن خلال برنامج حسينيون حتى الظهور ننقل إليكم وقاع المسيرة المليونية من منطقة القاسم في الحلة، هذه المنطقة التي اكتظت فيها حشود المعزين والسائرين من البحر إلى النهر. اليوم تجتمع جميع المحافظات الجنوبية في هذا المكان في هذا المرتكز، حيث الآلاف تتجه سيرا على الأقدام، والحزانة يعزون أبا صالح المهدي بهذا اليوم الحزين مع زينب عليها السلام، جبل الصبر والصمود والتضحية. يقدمون التعازي لرقية لسكينة في هذا المكان، تزحف الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وكبار السن وحتى المعوقين يزحفون شيبا وشبابا نحو كعبة الصمود والفداء كربلاء المقدسة. هنا اليوم هذا التحدي الكبير، من هذا المكان سائرون إلى الحسين مضحون بكل ما يملكون، تركوا البيوت والمناطق والمنازل والعيال واتجهوا إلى الحسين كتعبير مقدس على تحديهم للظلم والإرهاب والحفاظ على هذه الرمزية العملاقة، الرمزية التاريخية والعقائدية والدينية التي ينادي بها السائرون لبيك يا حسين. معي الآن أيضا أحد أبناء محافظة أبناء مدينة القاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر. جميع إن شاء الله. حضرتك من مدينة القاسم. نعم من مدينة القاسم. تكلمني عن المواكب والخدمات، واليوم هنالك ذروة كبيرة جدا من الزائرين في هذا المكان. الخدمات قائمة ليلا ونهارا، الخدام موجودين والخير موجود والمسيرة واسعة. نعم. شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ الخدمات اللي نقدمها وجبات غداء وجبات عشاء، والخير موجود من البصرة حتى احنا. باعتباركم معازيب الان. معازيب احنا وموجودين، وهاي مدينة القاسم. تستوعب مدينة القاسم هذا الزوار؟ ان شاء الله تستوعب، وتستوعب بعد اكثر خدامها. ما عندكم مشكلة في الجنسيات، ماكو القوميات، عراقيين او غير عراقيين، وين من الزوار؟ ماكو، كل احنا قلوب واحدة، قلب واحد، قلب واحد وخير واحد، وان شاء الله نستقبلون الجميع، نستقبل الكل، من كل الضيافة من كل الدول الاسلامية. اهلا بيهم. الله يوفقك. حياكم الله. الله يعزك. اهلا وسهلا. انت زائر من اي محافظة؟ لا خادم. اي خادم، تعال. خادم. عظم الله لك الاجر. سولف لي عن نوع الخدمات اللي تقدمونها. خير من الله. قدمتوها. خير من الله الخدمات. هل تشوفها؟ ولاية القاسم الشيل هاي واكبر من عندها ان شاء الله الشيل. بيوتنا هاي بيوتنا مفتحة ليلا ونهار. ايش صاركم على هالحالة هاي؟ صار لنا من بدة المشي لحد هذا اليوم. اجل من 10 ايام صار لنا طبخ وغسل ومبيت. احنا هذا موكبنا. نطبخ بيه ليلا ونهار، وبالليل البيت ببيوتنا. نعم. وخير من الله، وننتظر احنا يوم عن يوم جاي ننتظر هذا. شو رايك بهاي المسيرة وهذا التحدي؟ خير. هاي المسيرة هاي امامة الحسين. وجه رسالتك للجمهور. امامة الحسين هاي رسالة امام الحسين هاي. وهاي السفرة. السفرة ممدودة من انفا وكربلاء، من الموصل الى كربلاء. كرم عراقي. كرم عراقي. جاي تجي ايرانيين، يجون سعوديين، يجون كل الناس. اليوم عندنا موكب ايراني تغدنا. نعم. يقولوا العراق كرم كرم، قلت له مو كرمنا، كرم الامام الحسين. كرم الامام الحسين. كرم الامام الحسين. بركات الامام الحسين. بركات الامام الحسين. العراق الحسين. ان شاء الله كلنا احنا واحد، ماكو لا سني ولا شيعي ولا كل العراق. كل العراق. ماكو اي جنسيه. ماكو اي جنسيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهل القاسم قائمين بالواجب. اهل القاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عظم الله لك الاجر. حضرتك من اهل القاسم. من القاسم ان شاء الله. اتكلمي عن الضيافه اليوم اللي بالقاسم والاعداد اللي جايه. والله الحمد لله والشكر خير من الله. ضيافه تشوف قدامك المواكب الحسينيه. المواكب مال الحسينيه طبعا، يعني من قبائل من الطليعه لمن تعبر الجربوعيه، خير من الله. سفره دائمه، سفره دائمه، والحمد لله والشكر. شلون الوضع الامني هنا؟ الحمد لله والشكر، وضع امني، خطه امنيه جيده جدا.
الحمد لله والشكر. التعاون اللي بينكم وبين الناس. والله الحمد لله والشكر الزوار الله يوفقهم ان شاء الله ويرجعون سالمين غانمين. ما قصر ان شاء الله. شلونهم الزوار وياكم؟ الحمد لله الحمد لله. احنا بخدمتكم. عن المبيت مال الزوار. المبيت والله بيوتنا مفتوحه. القاسم قضاء صغير يحتوي هاي الناس كلها. والله يحتويها كلها الله شاهد. يحتويها الله شاهد. وتدري وين نروح نتعنى للطليعه؟ نتعنى للطليعه نروح نجيب الزوار البيت هنا بالقاسم. قسما بالله أحسن. الله يوفقك وعظم الله اجوركم وموفقين ان شاء الله. شنو الرساله اللي تقدمها للشباب؟ والله الشباب بعد قدامك انت شو قلت؟ الله 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 بالشباب والحمد لله خير من الله موفقين عظم الله اجوركم. لقائنا ويا صاحب موكب. نعم نعم. نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها. نحمد الله ونشكر على الخدمات. الخدمات متوفره ريوق وغداء وعشاء ومبيت وزاير. والزاير بخير ويدلل. الزاير بينام بعيوننا قبل ما ينام ببيوتنا. شنو الرساله تقدمها للشباب؟ والله شباب هم ويانا في المواكب يتعلمون وهم ما يدرون مصير لانهم شباب ويانا يتربون. شلون يتربون ويا بعضنا على خدمه زوار الحسين؟ بالصلاه بالاخلاق بالادب ادب الزياره وكل شيء طيب احنا نوصيهم به. شكرا الله يحفظك. عظم الله لكم الاجر جميعا وشكرا لكم لهذه الجهود. ابناء قضاء القاسم يقومون بالواجب وزياده لاستضافه الزوار القادمين من كل المحافظات ومن كل الدول التي جاءت عبر منفذ الشلامشه والمنافذ الحدوديه الاخرى. نبقى وياكم وهذا البث المباشر من قضاء القاسم في محافظة الحلة وهذه المسيرة المليونية وبرنامج حسينيون حتى الظهر. عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور. سرارك يجد في المسيرة وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سهر والأميرة فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. ونحن بهذا البث المباشر وعبر قناة الأيام الفضائية برنامج حسينيون حتى الظهور. معي أيضا من منطقة القاسم. من أي منطقة؟ من ذي قار. من ذي قار. من ذي قار. المواكب الحسينية ما زالت مستمرة لحد الآن من محافظة ذي قار من سوق الشيوخ. عظم الله لك الأجر. كلمني عن المسيرة، كلمني عن الموكب، عدد الموكب مالتكم وكيف رأيت هذه المسيرة. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد إمامنا الحسين. احنا من مشاية الناصرية سوق الشيوخ مجموعة الموكب إمام المهدي المنتظر عجل الله وفرجه. مجموعة ناشرين راية الإمام المهدي فرج بعدنا. وهل تشوفوا عينك هذا نمشي على الأقدام وإن شاء الله تديم هاي المسيرة بحول الله. نعم. تكلمني عن شنو تنصح الشباب اللي أنت الآن بالمسير وموكبكم أغلبيته شباب بالمسير؟ أنصح الشبابية بأن تتجه إلى هذا الطريق إلى درب الحسين. هو الرحمة، الإصلاح، الثقافة. وأقول الحمد لله والشكر على هذه الأجيال التي انتمت إلى طريق الحسين بالصلاة بالأخلاق. هي من وصفات الإمام الحسين، من وصفات الإمام الحسين الأخلاق، الأدب، الإيمان، الصلاة، الزكاة. ولكم الأجر والثواب. شكرا جزيلا. خلينا ناخذ أيضا ويانا حضرتك مهوال لو رادود. لا لا ولا
تكلم يا عم الموقف مالكم والمسيره هاي باعتبارك انت شاب، شو تنصح الشباب الان في هذا المسير؟ والله ننصح الشباب الالتزام في هذا الطريق، الصلاه، المواقعة بيناتهم، والاحترام والاخلاق، الاحترام هذا الطريق حتى تدوم هاي النعمه بيناتنا والمخاوات بيناتنا والالتزام. كيف تنظم الخدمات انت بالطريق؟ والله الخدمات كل شيء متوفر، كل شيء متوفر والخدام موجوده، كل شيء موجود بالطريق. مثلا الزائر ما يحتاج لاي شيء، كل الخدمات. عزوبيه اهل القاسم شلونها؟ والله ما قصروا، كل شيء موفرينه، كل المحافظات والنعم منهم ما قصروا، كل الخدمات موجوده. الحمد لله والشكر. المله وين المله؟ اقرا لي شيء. نعش عندك يعني ما زلنا وإياكم ونحن في مدينة القاسم. حضرتك زائر؟ نعم. تعال من يا محافظة؟ الديوانية. من الديوانية؟ زائر عندنا من محافظة الديوانية. نعم. سولف لي على الخدمات وسولف لي عشر. كل الزيارة، كل الزيارة، الخدمات كل شيء متوفر. نعم. والحمد لله والشكر، يعني ما قصور ان شاء الله. انت شاب رايح للزياره ان شاء الله، شنو الشغلات اللي توصي عليها الشباب اللي مثل سنك؟ ان شاء الله ما شغلات الحمد لله والشكر. التزام، التزام صحيح والله. محبه العراق، محبه ان شاء الله، ان شاء الله خير. اهل البيت ان شاء الله خير، موفقين ان شاء الله. رحم الله. تعال انت من يا محافظه؟ ها، ناصريه. من الناصريه؟ عندنا زائر من الناصريه. من الناصريه زين، شو سولف لي على الخدمات اللي بالطريق؟ ايش قصر لك ويا ما تمشي؟ ويا ما تمشي؟ ويا ويا ابوك ويا اهلك؟ ايش قصر لك تمشي بالطريق؟ اربعة ايام. ما تعبت؟ لا. يعني انت فرحان بهاي الزياره؟ نعم. وبعد توصل للامام الحسين؟ نعم. شو تقول للامام الحسين اذا وصلت له؟ لبيك يا حسين. شو تقول له؟ لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. انت جاي انت وعائلتك؟ هو ابنك. ابنك؟ نعم. انت وعائلتك ايش قصر لك بالطريق؟ هو ما يقارب اليوم الخامس ان شاء الله. ان شاء الله يوم خامس. اي نعم. من محافظه؟ من محافظه ذيقار. ذيقار. اهلا وسهلا بذيقار. اشكرك الله يخليك. الخدمات موجوده متوفره، ولولا الخدمات ما كان زائر يركب القطار. تعطون هنا انتم؟ إذا كان الطريق مسموع عندنا نستمر بالمسير. الحمد لله موفقين. موفقين إن شاء الله. كل يعني لحظة شباب، إن شاء الله حسينيونا حتى الظهور، وأعظم الله لكم ولنا الأجر. أنت حضرتك جاي تنظم المسير؟ تنظم المسير بالموكب؟ بالموكب. شنو شغلتك بعد؟ شغلتي تنظيم رايات. إي. والسيارة تعب والمشينة ما خليها تعب على الزوار. من يا مكان جاي وأنت تنظم رايات؟ ديقار سوق الشيوخ. تنظموا رايات؟ إي. يعني عدد الرايات اللي تنظمها؟ 600 راية؟ ايه. الله يعطيكم العافية إن شاء الله مجوعين، وأعظم الله لنا ولكم الأجر، وهذه عودة إلى المسيرة المليونية في منطقة القاسم والمتجهة إلى كربلاء المقدسة. ولبيك يا حسين وحسينيون حتى الظهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة، وهذه التغطية المستمرة من حسينيون حتى الظهور. عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان، ونحن وإياكم اليوم في منطقة الدورة، والزوار بدأوا في المشي سواء كانوا من بغداد أو في محافظاتنا الشمالية من ديالة من المعامل. اليوم راح نلتقي مع أحد أصحاب المواكب، موكب عشاق الحسين، ونبدأ من أولا مع أم أحمد. عظم الله لك الأجر. ولكم الأجر إن شاء الله. أم أحمد، عرفينا بالموكب مالتكم. حبيبتي موكبنا خدمة الحسين إن شاء الله، وخدام الزوار، ونقدم الشاي والقهوة والأكل إن شاء الله. هذه اللي يمكن الرجال أكثر شيء يقدمون، الشاي والقهوة اللي مستمرة ما تنقطع طول اليوم. خلينا نشوف الخدمات اللي تقدمها النساء بالموكب. إحنا نسوي الغداء والريوق إن شاء الله. نقعد بالأربعة الصبح، خبزنا البنات سوى السياح. نعم. ونسوي الريوق. زين، انت وياش البنات الله يحفظها مقسمه الشغل عليها ان شاء الله. اي أيوة والله، وحده تركب وحده. نعم. تخبز وحده تسوي سياح. نعم. وهاي هسه قاعد نلقط خضره صاحب الموكب هماتين ابو احمد. سلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. يا بالكويت على الكاميرا، وشك على الكاميرا. عرفنا على الموكب. هذا الموكب يمكن اول سنه له هنا. اول سنه هنا، اول سنه كنا احنا باللطيفيه، بس الولد ارتاه انه هنا ببغداد، وسوينا اول سنه ببغداد.
ان شاء الله والحمد لله والشكر الله في خدمه الحسين ان شاء الله. احنا طبعا طول هذا الوقت كنا نقنع باحمد هو صاحب فكره الموكب ابنهم عماد 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 والله هو احنا قلت لك احنا مو جديد على الموكب يعني احنا الموكب اللطيفيه بس انتقلنا لبغداد لانه هو يعني قريب علينا وهنا نقدم خدمه يعني قريبه على البيت وكذا والزوار ان شاء الله. صاركم سنين على هذا الخدمه كل سنه احنا كزوار وخدمه يزيد عندنا شيء مليتوا وتعبتوا من هاي الخدمه وشنو زاد عندكم؟ خدمه الحسين ما ينتعب من عتها هو يعلمنا يعني هذا طريق الاصلاح طريق الحق طريق يعني حسيني احنا ناس حسينيين يعني كل سنه تزيدون بالخدمه تزيدون اشياء والله بالنسبه لنا احنا ما نقصر عن خدمه الزوار زوار الحسين خدمتهم شرف يعني مو الله بكم وجهودكم وايضا راح نلتقي باكيد الشباب اللي هنا بالموكب لكن خلينا نشوف احد الزوار. السلام عليكم يا ابو اهلا وسهلا شلونك تعرف عليك ابو وسام. ابو وسام من وين يا منطقه؟ من منطقه الزعفرانيه. يا اهلا وسهلا اليوم مشيت انت؟ اي والله مشيت على مود نزور حتى توصل من وقت وترجع. اي على مود نوصل من وقت وياك الاهل؟ اي وياي الاهل. عمو انت صار لك كم سنه تمشي؟ والله يعني من بدايه السقوط لهسه. يعني صار لك تقريبا 22 سنه اقل اقل يعني. تقريبا. اي صحيح. يقول يعني صار 19 سنه. اي صحيح. شنو اللي يزيد عندك كل سنه بهذه الزياره وتكتب انت الحمد لله كل سنه زائر؟ يعني ترتاح قلوبنا من نزور يعني مثل ما يقول شلون هاي يعني هي شعائر دينيه. مو لها تراث قديم مو كل الشعب العراقي. احنا باختصار نقول شكرا للامام الحسين سلام الله عليه لان وفقنا سواء كنا خدمه او زار. بهذه الزياره ان شاء الله موفقين الجميع. احسنت عمو ان شاء الله توصل بالسلامه ونسالك لكم يعني تسلم عمو. عمو تفضل من المعامل. اي والله يا اهلا وسهلا. اهلا اي أهني أولاً الأمة الإسلامية أجمع باستشهاد إمامنا الحسين بن علي بن أبي طالب أخي العباس أبو فاضل قمر بن هاشم. عمو أكيد إحنا نعزي وإياكم استشهاد الأمة. أنت من يا منطقة؟ حسين علي محسن العقيلي ابن فاطمة حسين من عشيرة العقيل. أهلا وسهلا. بيت أبو حليلة. شرفنا. اي واخذنا طحيبش مع العشائر. انت من المعامل؟ من المعامل الحسينيه شارع سيد مطر. اهلا وسهلا. اهني الاسلاميين اكيد العزي احنا عمو شكرا جزيلا لك ان شاء الله توصل بالسلامه بسبب اجواء الحر وغيرها اكيد زوار تعبانين. شكرا عمو رحم الله والديك. ويانا عمو خليها بايدي تعرف عليك. جبار عبد السلام رجال مرياني. وين عمو؟ من منطقه الزحفرانيه. الله توصل بالسلامة. بالخدمة مع الحسين صار 13 سنة احنا نخدم والزود ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك عمو اكيد مستمرين احنا بالزيارة. هذا الموكب يمكن به هواية اشياء تقدم مثل ما قبل شوية ذكرت لكم انه القهوة والشاي مستمرة لكن الخدمة خلينا نشوف الخدام عمو ابو احمد وين الخدام؟ يا اهلا وسهلا تفضل عمو تفضل. شنو اسمك؟ اكيد يخجلون من الكاميرا لكن هم خدمتهم مستمره وقت الغداء وقت العشاء اكيد وهذه الخدمه مستمره اكيد احنا نشكر هذا اكيد بركات الامام الحسين سلام الله عليه كل سنه تزيد. خلينا نشوف احد الزائرين. يا اهلا وسهلا عمو شلونك؟ عظم الله اجوره واجوركم رحم الله والديك بارك الله بيك ان شاء الله. انا من محافظه دياله. يا اهلا وسهلا بقيه من الطبشه طلعت والحد الان بعدني. شلون شفت الخدمه طول الطريق؟ والله الخدمه على طول الطريق ان شاء الله خدمه متوفره كلش حال ولا تعب ولا راحه والحمد لله طريق الحسين ان شاء الله. ان شاء الله توصلون بالسلامه انت والعائله الكريمه. ان شاء الله، لا والله انا واحد اجيت ان شاء الله، الحمد لله والشكر. توصل بالسلامه عمو زين، سؤال عمو شلون شفت الجهود اللي مبذوله من القوات الامنيه والصحه وغيرها؟ ما شاء الله مزروعه زرع كل مكان قوات الامنيه، كل مكان قوات الامنيه و كل من وسلاحه على كافة الاستعداد وبارك الله بهم مأجورين إن شاء الله. أكيد إحنا نحيي قواتنا الأمنية لجهودهم المبذولة وهذه بركات الإمام الحسين. هذه الزيارة تقام بعين الإمام الحسين على الزائر إن شاء الله يحفظ الجميع توصل إن شاء الله. عيني إن شاء الله. أهلا وسهلا شلونك؟ تعال ماما توقف هنا.
اوقف هنا، ليش تستحون من الكاميرا؟ اكيد الزوار مستمرين الان، بدأوا اهالي بغداد بزياره، والاغلب يقول احنا ان شاء الله من باكر راح نبدي بالزياره ونتوجه الامام الحسين عليه السلام. اغلب الزوار دا يجون من اطراف بغداد وايضا من الشمال. خلينا نتكلم موضوع مهم جدا ايضا وياكم احبتي المشاهدين، يمكن البعض يشكك باعداد الزائرين، لكن العتبات المقدسه وبالتحديد العتبه العباسيه المقدسه فيها قسم للاحصاء. طبعا شلون لاحصاء عدد الزائرين؟ في كاميرات خاصه، هذه الكاميرات تعلق في المداخل سواء كانت في كربلاء او مداخل بعض المحافظات وايضا للحدود، وهذه الكاميرات تحتوي على فلاتر، هذه الفلاتر تطور كل سنه، العام الماضي كانت فلاتر بشريه وتقاس اعداد الزائرين حسب هذه الفلاتر، وفي مهندسين مختصين من العتبه العباسيه المقدسه مشكورين كل فتره يراقبون هذه الاعداد ويقيسوها ويشوفون مدى صحتها، وان كان في وقت ما العدد غير صحيح ينبهون، لذلك هذه الاعداد هي اعداد صحيحه. الى الان نشوف بالملايين، وصلت 20 مليون يمكن من الاجانب اما اهل بغداد والمحافظات، فيفوق العدد. اذا هذا الكرنفال وهذه مهرجان الامام الحسين عليه السلام ما يوقف اي شيء، وهو مستمر بالعطاء. معنا احد الزائرين، اهلا وسهلا. علي نزال لطيف من اهالي دياله السعديه، خالص سعده الشاطئ. اهلا وسهلا، شرف بكم. اهالي دياله عندكم مقام لاحد يمكن الائمه السعديه؟ عندنا اي الامام محمد بن الحسن حسب الإمام موسى الكاظم، أنا زايرته وهنيئا لكم بوجوده أكيد في محافظة ديالة الموالية الشيعية دائما تمشي. رحم الله والديك عيني عين أنت. صار لنا والله يوما نمشي. ما شاء الله، ما تعبت وما تعبت؟ لا الحمد لله. قاومين أنت وأصدقائك؟ ماشي المسير على قدم الحسين عليه السلام. سؤال، شلون شفت الخدمة؟ لا الحمد لله الطريق كله زين، خير من الله الخدمات. شكرا، شكرا لك، الله يحفظكم. تفضل اخويا، تفضل هنا. يا تعال، انا دا اشوفك بدون لا حذاء ولا شيء. أيوة تمشي طول الطريق؟ اي والله لا الطريق ان شاء الله للعباس. انت نادر تمشي بدون؟ اي والله، اي والله نادر ان شاء الله. اريده يعطيني مراد بلدي ان شاء الله ما يقصر ابو فاضل. انا جاي من بغداد من الفضيله، والله وكيل، الله وكيل، طلعت من البيت حافي، لبيت من عالي بالبيت وطلعت من البيت حافه، واحنا بيتنا جوا وعلى وهاي السيارات، يا بصعد يتوسلون بيا، يا بصعد دخيل الله. قلت لهم لا ما نادر، قلت لهم نادر امشي هيك، والله من الفضلية ولا جاي طلعت. ما شاء الله، ان شاء الله توصل على اهل البيت. الله يحفظك، الستر ويعوفك ان شاء الله. الكل احبابنا بحق محمد ان شاء الله. هذا هو العشق الحسيني اكيد، زائر جاي حافل اقدام الى تاسيا باهل البيت سلام الله عليهم. سيده زينب بالسبي كانت سلام الله عليها. اكيد مشاهدينا راح نكمل وياكم، لكن ناخذ هذا الفاصل القصير وبعدها نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم من جديد. ونحن من قضاء القاسم عليه السلام، هذا القضاء المجاهد المضياف، هذا القضاء الذي استقبل كل المعزين والسائرين إلى كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. اليوم ونحن نشاهد هذه الأعلام المرفوعة، أعلام الولاء، أعلام النصر، أعلام المحبة والعشق لأهل البيت عليهم السلام. هذه المدرسة التي جعلت من هذه الأجيال أجيالاً مجاهدة منتصرة متقدمة نحو الحق، نحو الحسين عليه السلام، والتي لا يأخذها بالله لومة لائم، والتي تنادي دائما وباستمرار عبر العصور، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. نحن الآن في هذه المدينة الكريمة المباركة نلتقي مع زوار أبي عبد الله الحسين السائرين. حضرتك يعني عظم الله لك الاجر الله من يا محافظه، شكرا الله سعيكم من محافظه البصره، حياك الله، الله يبارك فيك. من وين جاي ماشي؟ من محافظه البصره. من يا مكان بالضبط؟ من البصره كلش، من الساعه السعد. من الساعه السعد. من الساعه السعد. شو صار لك بالطريق؟ 13 يوم، اليوم انه 13.
شلون شفت الضيافة، ضيافة الناس والمحافظات اللي مرت بيها بالتسلسل؟ ما تتوصف، اعطيني ذيقار، ما تتوصف كل المحافظات. اعطيني ذيقار، شلون ضيافة ذيقار؟ ذيقار كل المحافظات، ماكو ما قصروا يا الخادمة. اعطيني الضيافة في الناصرية. الناصرية أكرم وأنعم. زين، بعدين جيت للسماوة. أكرم وأنعم. وين بدك؟ بالناصرية، السماوة، الرميثة، الديوانية، كلهم ما قصروا. إيه الآن الحمزة، الحمزة ما قصروا. القاسم الآن، القاسم بعدنا ما عشناهم، والنعم بس كلهم عازفين. عندنا معازف وقاعد يخابرونا. الكرم ما لهم عجيب. كم سنة صار لك تجي وتروح؟ أنا صار لي أكثر يمكن 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. وصار عندك يعني معارف. نعمة، شكرا لله، الحمد لله. شلون علاقتك ويا هاي الناس المعازيب؟ ما يتوصف. يتوصفون بيك. المعزب من تطلع من بيتك يخابرك. وسل ولحد الان يتواصل لك. وين وصل الزاير حبيبي؟ وين وصلت خادم الحسين؟ وين وصلت؟ تقول له انا غريب عليك، قال لك انا جيت لقاك اخذ جنطتك. يعني تتوصف يغسلون حتى رجلين الزائر؟ يعني ما توصف الخدمه. يعني انا اوصف لك حتى الرمان، الحب مال الرمان يفلسونه على مود الزائر، لا يتعبن ايديه لا يتعبن اظافره، يفلسون الحب مال الرمان ينطونه بقلاص واكل ما شاء الله. بعد يعني اذا الزائر مدلل عند المعزب. انا اقول لك الملك ما مدلل، الملوك ما مدلل. انتم مدللين. مدللين. الوضع الامني شلونه؟ الوضع الامني الحمد لله رب العالمين، شكرا لله، الوضع الامني مستمر ان شاء الله، وماكو ان شاء الله شفنا خلل بالطريق. بس احنا نقول للسواق، نقول لهم رجعتكم على كيفكم من الحوادث. ذول اخواننا الوافدين. جاي نلاحظ اكو غلاء بالاسعار عند السواق، يستغلون الازدحام. والله هاي 100%. احنا تو عندنا واحد تعب بالطريق، قلنا له يا بتوصل مسافه نفرض يعني 4 كيلات 5 كيلات، قال 1000 دينار. قلنا زائر الحسين؟ قال لا انا ما عندي زائر الحسين، عندي 1000 دينار اعطوني. وصلنا على الشاشه نريد ننصح اخواننا السائقين، سائقين مركبات، انكم بعض الزوار متعبين. يعني وانتم هالمناطق جاي تساهمون بالضيافه. وجاي هي مو مساله يعني فرصة للرزق بس، هي فرصة للتقرب لله، للتقرب لرسول الله، وللتقرب إلى الحسين عليه السلام. حسب احنا ضيف عنده، يعني لا تجي له سلبية ضيف. أي يضردك من الباب. لا بالعكس، الضيافة والكرم والعزبين كلهم ما قصروا إن شاء الله. ما نفضل واحد على واحد. ننصح الشباب وانت ماشي. نص ألف رحمة على والديك. هنا الكلام، ننصح الشباب نقولهم انتم رايحين للقاسم، كان القاسم صغير من العمر. نعم. يبرز الى عم الحسين، عم يا ابا عبد الله ابرز الى القتال. الحسين يقول له انت ورث اخي الحسن. لا الصغير ما يعرف. نعم. انا مو اروح للحسن الامام القاسم اواسيه، احط مدقدق واحط لي الشيله فوق راسي واواسي القاسم. لا، القاسم ينتظر من يواسيه. القاسم بادب بمنطقه. القاسم ينتظر الامام المهدي. هسه نتصور احنا الزوار جالس يراقب ويراقب فلان وفلان، امتى توصلون؟ امتى الامام المهدي تبارك بزوار الحسين. يعني هذا الطريق ينتظر، هو طريق الاخلاق، طريق الحق وطريق الاخلاق وطريق سيد الشهداء. احنا نقول هذه زينب، هذا التشابه شوفوها، اللي ما شايف شو هو تشابه مال زينب. زينب على ناقه هزيله، زينب على ناقه هزيله. الامام زين العابدين مظلوم، شوفوا هسه خلفنا هذا الامام، شوفوا مقيد، يعني ازيد من هيك. هذا تشابه الامام ازيد. كانت السيده زينب على ناقه وتحاكي اللعين، يا هذا حان بنا وقت الصلاه، ماكو صلاه، ماكو صلاه، ما يعرف صلاه. والسيده زينب توسل بي يا لعين وقت صلاتنا، يا هذا وقت ماكو صلاه. احنا الان نحافظ على وقت الصلاه، مو انا بي وقت الصلاه اروح ما ادري الطريق وامشي وين بس اوصل فلان. ماجور زايد، عظم الله اجور. عظم الله لك الاجر. ناخذ الزاير الثاني. نعم. عظم الله لك الاجر. عظم الله اجورنا. ايش صار لك من اي محافظه؟ صار لنا 10 ايام من محافظه البصره قضاء الدين. والنعم من عندك ومن الدير. كيف تنظر للخدمات وكيف تنظر الى حجم هذه الخدمات والضيافه؟ خدمات يعني ما تتوصف، بمعنى ما تتوصف الكلمات. يعني شنو تريده موجود بهذا الطريق، طريق يا حسين. زين، شو توصي؟ هل هنالك فرق بينك وبين بقيه الجنسيات اللي موجوده عندنا؟ ان شاء الله كلنا يا حسين ماكو فرق. ما نفرق احد. رحبتوا بهم؟ رحبنا بكل الضيوف. اكو فرق بيننا وبين الجنسيات الاخرى؟ لا ان شاء الله ماكو فرق. ان شاء الله، ان شاء الله ماكو. نتمنى ان شاء الله الوحده لشيعة امير المؤمنين. ان شاء الله والحسين يجمعنا ان شاء الله. هذا كان هذا برنامج حسينيون حتى الظهور من قناة الأيام، وأعظم الله لكم الأجر إن شاء الله، أتمنىكم الموفقية. هنا عندنا أحد المنظمين، أحد المنظمين لجنة تنظيمية
عظم الله لك الاجر. انتم لجنه تنظيميه لاي موكب؟ موكب المال المنتظر. من اي محافظه؟ محافظه الناصريه سوق الشيوخ. سوق الشيوخ. الناصريه سوق الشيوخ ما شاء الله يعني مواكب عملاقه. شو تنظمون؟ والله احنا ننظم المسير الموكب، نفتح له طريق، ننظم المجاميع ونوصله، يعني نحاول نوصله اجمل صوره لكربلاء. نعم. إيه؟ شو تنظمون؟ هذا الموكب. هو هذا الموكب موكب لي. هذا موكب النوق الان، موكب النوق والجمال. هذا الضعن الحسيني. منين قادم هذا الموكب؟ من سوق الشيوخ؟ كم ناقه الان انتم؟ 25 ناقه. 25 ناقه. و20 فرس. 20 فرس. هذه التشابيه كم سنه صار لكم بها؟ والله التشابيه صار تقريبا من 2004. شلون الجو يعني اثناء المسير؟ والله اجواء حلوه، اجواء حسينيه، والمواكب همام قصره. ايش قد عدد الكادر مالكم هذا تقريبا؟ قصدك اللجنه اللي والموكب؟ اللجنه كل العدد. اللجنه احنا 14 واحد. والموكب؟ الموكب من يطلع يصل كربلاء يرفع 1400. 1400؟ موكب كربلاء. موكب النوق والفرة والخيول يصل الى 1400 زائر. هذه اللجنه مالكم موفقين ان شاء الله. عظم الله لك الاجر. تعال انت شنو؟ لازم الحبل مال الناقه؟ نعم. ايش قد صار لك؟ من اي منطقه جاي؟ من سوق الشيوخ. من سوق الشيوخ؟ نعم. يعني انت صار لك تقريبا كم يوم؟ 10 ايام؟ اكثر. اكثر من 10 ايام؟ تقريبا 10 ايام. وهاي النوق مالت من هي؟ من ورا سوق الشيوخ. يلا روح. عظم الله لكم الاجر، وبعدنا متواصلين وياكم، وهذا البث المباشر من مدينه القاسم. معي اطفال. تعال تعال. ايش قد صار لك انت؟ اني؟ انت زايره لو هنا عندك موكب؟ لا هنا عندي موكب. عندكم موكب. ايش تطون بالموكب للزاير؟ الزوار؟ جامد وعصير وماي. ايه؟ وشاي وعصير وماي؟ ايه؟ وبعد؟ وكيك. عافيه. وانت؟ اني؟ ايش تطون؟ شاي وعصير وماي واكل. ايه. تساعد ابوك انت؟ ايه. عافيه. موفقين ان شاء الله. ازع ماي. عافيه. هذا ما كان من لقاءاتنا لهذه الساعه في منطقه القاسم، وعظم الله لكم الاجر، وبرنامج حسينيون حتى الظهور. ابقوا معنا. ما هم من مهدوا جنب العباده وخطوا بالدماء لفت القياده، مداد العلماء رجال اوفياء، مداد العلماء رجال اوفياء، سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. الأيام الفضائية بالتغطية المباشرة للزيارة الأربعينية. كاميرا قناة الأيام الفضائية الآن موجودة في بداية طريق النجف الأشرف كربلاء المقدس. الكثير من الأخبار التي تخص هذه الزيارة المباركة. أعلن محافظ كربلاء المقدس أنه ممكن يصل العدد إلى أكثر من 20 مليون زار. بعض الأرقام تتحدث عن أكبر من هذا الرقم. بعض الأرقام أيضاً الغير رسمية تتكلم عن إحنا مقبلين على أكبر زيارة أربعينية في السنوات الماضية. أيضاً رئاسة الوزراء تجتمع مع القيادات الأمنية اليوم لتوفير كل المستلزمات والاحتياجات، وخاصة اللوجستية والأمنية، لإنجاح الزيارة الأربعينية اليوم التي تمثل اليوم هوية العراق. اليوم عين العالم تنظر للعراق من خلال عدسة الزيارة الأربعينية المباركة. هذا الطريق مثل ما حتى حدثتكم بالأيام الماضية كان غالبا والسواد الأعظم هم الزائرين مو من جنسية عراقية، من غير جنسيات، ولكن الآن بعد وصول المحافظات الجنوبية خاصة محافظة البصرة، محافظة ميسان، ذي قاف، بدأ هذا الشارع يتنوع الآن بجنسيات مختلفة ذاهبين وقاصدين كعبة الأحرار وكعبة الثوار كربلاء المقدسة وإلى الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهم السلام. أحبتي المشاهدين، خلي نشوف لنا جولة هنا، نتحدث مع بعض الزائرين اللي موجودين هنا. مثل ما تلاحظون بدأ اليوم يعني حقيقة كثير من الزائرين العراقيين الوصول إلى هذه المنطقة. حقيقة مناشدات كبيرة كانت على موضوع معامل الثلج.
حلت هذه المشكلة وحلت بأسرع وقت حقيقة. شكرا لكل القائمين على هذا الموضوع، كل شكرا لكل شخص تدخل بهذا الموضوع. الآن الماء البارد صار بكثافة كبيرة وبشيء جيد وجميل. خلنا نشوف بعض خدام المواكب. السلام عليكم، شلونك أخوي؟ شلونك؟ من وين؟ النجف. هذا موكبكم دائما؟ موكبكم، موكب علي بن أبي طالب. موكب علي بن أبي طالب، كم سنة هذا عمر الموكب؟ 20 إلى 30. يعني ورا 2003؟ لا، قبيل قبيل. شنو الخدمات اللي تقدموها بالموكب؟ أولا السلام عليكم. والله إحنا جاي نخدم الزائر، ما يعوننا، كل اللي نقدر عليه نقدمه للزوار، من أكل، من منام، من شاي، من ماء، من جميع الخدمات يعني نقدمها للزوار. وهذا نحس يعني كل ما نقدم هو قليل لأبو عبد الله الحسين. كم عمر هذا الموكب؟ الولد أخونا ما نطانا يا أبو. الموكب هذا تأسس بال2005 تقريبا. 2005 سابقا كان يسكن بكربلة. عجبت انتقل هنا؟ والله توفرت لنا المكان يعني واسع وتوفر لنا بدون يعني مقابل وجينا هنا. بما انك من اهالي النجف يعني وابن النجف الاشرف نشرف بيك. صحيح هذا الطريق كان طريق الزوار عبارة عن صحراء كان مواكب؟ صحيح يعني هذا طريق بري، يعني هو المطلق عليه اليوم بهذا يعني يسمونه الطريق البري. نعم، هو هذا طريق صحراء يعني كان ماكو يعني زوار، حتى زوار من تجي ما تجي على الشارع هذا، تجي من غير منافذ يعني على البساتين على بركة الإمام الحسين. هذا الشارع صار بمواكب وتعمر وحياة. نعم هذا عادت بحياة جديدة يعني، وعن عادت بحياة يعني، والحمد لله كله بفضل الله سبحانه وتعالى. انضغط عليكم بسبب ازدياد أعداد الزوار؟ الحمد لله وشكر، ان شاء الله ماكو ضغط، ان شاء الله ببركة ابي عبد الله الحسين قادرين على هذا. انحلت مشكلة الثلج؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يخليك، الله يحفظك. وين؟ تحكي تعب كيفك احكي. اردو. كنت في زيارة. اردو. انت ايران؟ نو باكستان. باكستان. اسلام اباد؟ نايو سند. كاراتي. سبيك انجلش؟ نو اردو. Yes. Where you are from? In Pakistan? Yes. Islamabad? No, Karachi. In Karachi? Yes. ماشي لو بالطيارة؟ ماشي ماشي. ماشي. Yes. مرتاح؟ اه مرضى. الحمد لله. الحمد لله. سهلا بك. طبعا حبيت المشاهدين ما شاء الله ايضا الاخوة من باكستان موجودين. مثل ما قلنا في بداية التغطية انه موضوع المشكلة التي اثيرت حقيقة هي مشكلة. موضوع الثلج، زي ما تعرفون اعداد الزوار كبيره جدا، مو مال انه بثلاجات او بغير برادات تبرد المياه، لازم يحتاجون موضوع قوالب الثلج. صارت مشاكل، صارت للاسف بعض ضعاف النفوس، صعدت الاسعار، ولكن الحمد لله والشكر الان شبه المشكله حلت. خلي ايضا نتوكل ونشوف ايضا الاخوه اللي موجودين في المواكب. تعال، شو اسمك؟ اسمي علي. علي من وين؟ من معبرة النجف. شدك هنا على علاوي؟ أخدم. تخدم منو؟ حسين. تخدم ليش تخدم الحسين؟ عندي وفقني. يعني تخدم الحسين على مود تاخذ التوفيق؟ إيه. تحب الإمام الحسين؟ نعم. أنت شاطر بالمدرسة؟ نعم. عاشت إيدك. حصل هنا تخدم الزوار كم يوم؟ يومين. ها؟ يومين. يومين؟ اها ربي يحفظك، شكرا جزيلا، الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، مستمرين احنا وياكم بالتغطيه واترككم مع هذه اللقطات للزياره الاربعينيه. سرارك الى ارض السعاده، بايديهم تماثيل الشهاده، فهم من نهدوا درب العباده، وخطوا بالدماء لفت القيادة، مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون.
حسينيون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. هيئة الحشد الشعبي. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. يجد في المسيرة، ولاهيون أصحاب البصيرة، مع السجاد سهر والأميرة، فقد ضلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء. فدائيون تفدي النحور، حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. أنوار الهداية عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية. جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار، لقائيون حشد الظهور، حسينيون حتى الظهور. أحبتي المشاهدين، والله كل فقر وأنا أوقف اليوم يم خدام الإمام الحسين سلام الله عليه، مختلف المواكب اليوم هم يتسارعون إنه حتى يتكلمون للمشاهد الكريم بأنه هذه الخدمة الحسينية المباركة أكيد مستمرة. مين راح أبدي؟ أبدي من يمين. كيف عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الحاجة أبو رائد العبودي. يا أهلا وسهلا، سولف لي على الخدمة اللي تقدموها للزوار. والله إحنا هنا عندنا مواكب مستمرة، وهاي المواكب عندنا جامع الرسول، موكب جامع الرسول، أقدم موكب بالزعفرانية، موكب جامع الرسول، وهذا الموكب جميع الخدمات إليه، وجميع المتوفر الملتزمات اللي الزائر يجي يرتاح منام وأكل وشرب بهذا الموكب. صاركم كم يوم مستمر؟ والله صار لنا هذا اليوم حوالي الخامس، خامس يوم احنا مستمرين بهالموكب ومستمرين بهالخدمة لزوار ابو عبد الله الحسين. انتم مجموعة اهل واصدقاء وجيران؟ نعم، مجموعة اهل واصدقاء وجيران واخوان، بعضنا مع بعض من مختلف العشائر. الله يديم هذه النعمة. نلتقي مع صاحب الموكب جامع الرسول، اهلا وسهلا. وبكسر ابو محمد، خير محمد شبيب ابو محمد. تكلمنا عن الموكب مالتكم. هذا موكب جامع الرسول تأسس سنة 1959، فكان في منطقة الزعفرانية، فقام بتأسيسه آباءنا وأجدادنا بعد أن تأسس جامع الرسول سنة 1965. تم نقل هذا الموكب من المنطقة إلى الجامع حيث يقدم هذا الموكب خدمات لكل الزائرين، من وجبة فطور ووجبة غذاء ووجبة عشاء. توقف الموكب 35 سنة وقت الطاغية صدر. توقف فترة معينة من 1980. كنتم مستمرين بالزيارة بوقتها؟ كانت أكو ناس من الخفاء تمشي وتذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام. بعد ذلك بعد سقوط النظام 2003 تم إعادة الموكب إلى جامع الرسول مرة أخرى، تم تقديم هذه الخدمات إلى كافة الزائرين حتى أصبح قسم مرات مبيت
للناس اللي يجون للجامع يباتون عنده. وهذا الموكب ثابت هسه مكانه هنا يعني؟ هذا موجود عندنا احنا موكبين يعني. موكب في زيارة الأربعين الإمام الحسين، والموكب الآخر في داخل المنطقة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. مأجورين عمو، شكرا جزيلا لك. تفضل عمو. يا هنا الخدمة الحسينية شنو تعني لكم؟ هي تضحية وإخلاص لمسيرة الإمام الحسين عليه السلام وجهاده واستشهاده في سبيل قضيته العادلة. والحمد لله الشباب والموكب هذا اللي احنا موجودين به كلهم دا يمشون على نهج الإمام الحسين. أحسنتم، شكرا جزيلا. مستمرين الحج، تفضل. السلام عليكم يا أبا، أعظم الله لكم الأجر، تفضل يا أبا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا صار لنا 4 أيام يصيحوا له هذا موكب جامع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من منطقة الزعفرانية، وهنا احنا موجودين لخدمة زوار الحسين سلام الله عليه. نعم، وكافة الأمور اللي يحتاجوها من ماء إلى أكل إلى راحة إلى صلاة، وإحنا هنا بخدمتهم إن شاء الله. ذكرت الصلاة، موعد الصلاة، بعض المواكب تقيم الصلاة جماعة هماتين. نعم، شكرا لك عمو اللي سمع عندك. تفضل عمو، اتكلم عن الأخلاقيات الموجودة عند المواكب، إقامة الصلاة جماعة، التربية. الإمام الحسين ضحى بنفسه فضيلة، إنه طبعا إحنا لازم أيضا نكون على نهجه بالتأكيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتحا قريب. إحنا هنا في هذا الموكب مجموعة من المواطنين يؤدون واجباتهم الضرورية لخدمة الزائرين، بالإضافة إلى هنالك أوقات للصلاة. هذه الصلاة أكو عندنا هنا مشايخ موجودين يقيمون الصلاة الجماعية، وكل الزوار اللي ماشى بهذا الطريق تجي هنا تصلي وياهم. بالإضافة إلى هذا هنالك توجيهات من قبل الموجودين هنا بالموكب إلى المواطنين اللي سائرين على خط الإمام الحسين عليه السلام لزيارته. فأكو توجيهات هناك، الاحترام الشارع، احترام الطريق، احترام الزيارة. والزيارة هذه هي بالحقيقة ثورة اجتماعية، هذه الثورة الاجتماعية غيرت من مسار كثير من الأمور، وعليه شذبت أمور كثيرة. من هذا الطريق أيضا يستنبط من عنده هنالك جماعة من خلال هذا التأثير المباشر من قبل المسؤولين ومن قبل الناس اللي يوجهون شذبت أخطاء كثيرة يعني بصراحة. فهناك أكو توجيه بصراحة، هذا التوجيه استفاد من عنده كثير من الناس السائرين. شباب وأبنائكم وأولادكم اللي موجودين وياكم بالموقف، تفضل حج. السلام عليكم، عظم الله لك الأجر. ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. تكلمتم حول الصلاة، أنا تحضرني رواية أنه ليلة العاشر من المحرم زحف الجيش على خيام الحسين سلام الله عليه، والإمام الحسين قال لأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، قال أخي أركب بنفسي أنت، قال انظر القوم ماذا يريدون، فقالوا جاءنا كتاب من اللعين عبيد الله بن زياد، أما الحسين الآن ينزل على بيعة يزيد وأما يقتل الآن. فرجع أبو الفضل العباس إلى أخيه الإمام الحسين قال انظر ماذا يقول أخي وسيدي، فقال أخي استمهلهم سواد هذه الليلة، فإنني أحب الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. ولذلك الروايات تقول أن الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين كان لهم دوي كدوي النحل، بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتالي للقرآن في ليلة العاشر. إذن علينا كزوار الحسين أن نلتزم في أوقات الصلاة، وأن نؤدي الصلاة في أوقاتها، وأن نؤدي الصلاة بأحسن أداء. ولذلك نحن نقر الحسين، نقول نشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ولذلك الإمام الصادق يقول عليه السلام، يقول شفاعتنا لا تنال مستخف بصلاته. فعلينا وعلى جميع الزوار الالتزام إن شاء الله بالصلاة، ونحن نستوحي والدروس من الحسين وثورة الحسين وأنصار الحسين، وخصوصا ما شاء الله هذا العام نرى هذا الانفتاح وهذا الإقبال على حرم الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا إن دل على شيء إنما يدل على قول الإمام الحسين، قال من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح، فهذا هو الفتح الحسيني الآن. نرى هذا الجموع إن شاء الله وهذا الزوار، نسأل الله لنا ولكم القبول
ويحفظكم ويحفظ زوار الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا حجي، الله يحفظكم. معنا تفضل يا ابو، تفضل تفضل يا ابو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا هنا موكب جامع الرسول، موكب جامع الرسول دعم من اهالي المنطقة، اهالي المنطقة الزعفرانية، وهذا الموكب من ابو جد، يعني من سنة 65 لحد هذا يومك. فالموكب متبنيه المنطقة نفسها، ابناء المنطقة من مشايخ من مصلين، والحمد لله احنا هاي تقريبا السنة 20 انه جاي نحضر نصب المواكب نفس المكان هذا. بالاضافة عندنا مواكب زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام عن طريق المشاية على طريق الزعفرانية، فكذلك بننصب مواكب على طريق الزعفرانية خدمة زوار موسى بن جعفر عليه. يعني لأي يوم تبقون بهناية هذا موكب؟ احنا تقريبا 7 أيام، يعني قبل 4 أيام ومن نار تقريبا 7 أيام، يعني من يوم الـ الـ اليوم اليوم يوم يوم الجمعة تقريبا نصبنا الموكب، إلى الخميس نرفع الموكب إن شاء الله. إن شاء الله بعدها تتحقون بالزائرين وتروحون. نعم إيه نعم إن شاء الله إن شاء الله. الله نسألكم الدعاء يا أبو. نعم. يا أهلا بالشيخ، نتشرف بكم جميعا، هذا موكب أكيد يعني نموذجي. أهلا وسهلا شيخنا، السلام عليكم، تفضل يا أبنا. عظم الله لكم. عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي بأربعينية الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه. هذه الزيارة المباركة التي لها مقاصد ولها أبعاد كثيرة واقعا. هذه الزيارة بها أولا بها إظهار لعظمة المقصود وهو الإمام الحسين عليه السلام. عندما يرى العالم هذه الملايين زاحفة إلى سيد الشهداء تسأل من هذا الحسين زين، فبالتالي عندما تذهب هذه الجماهير بهذه الأعداد الكبيرة تظهر عظمة ذلك المقصود. فعندما يسألون على من هذا الذي يخرج لأجله يقولون هذا الحسين بن علي. من الحسين؟ سوف تعرف الناس من الحسين. بعد هذه زيارة بها بعد آخر وهو بعد إظهار المودة والولاء والمحبة لأهل البيت صلى الله تعالى عليهم، الذين أمر القرآن بمودتهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وبها بعد أيضا آخر هو بعد المواساة السيدة زينب والإمام زين العابدين الذين خرجوا لمسافات طويلة ومعاناة كبيرة صلوات الله تعالى عليهم. فاليوم الناس تخرج هذه المسافات الطويلة تشارك وتواسي السيدة زينب والإمام زين العابدين وركب السبايا الذي خرج إلى كربلاء المقدسة. بعد أيضا أصبح هذا الطريق اليوم هو طريق الهداية من خلال مراكز الاستفتاءات، مراكز التعليم والتوجيه. بدأوا الناس نعم يأخذون الشيء الكثير من خلال هذه المواكب المنتشرة على طول الطريق واقعا. ايضا بعد هاي الزياره هي بها نوع من التعبئه والتهيئه لدوله العدل الالهي الامام المهدي عبد الله مفرجه الشريف. اليوم المعزة صاحب العصر والزمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كيف ندخل السرور والفرحه على الرغم من الحزن على والانتظار لثارات الامام الحسين، كيف ندخل السرور والفرحه على قلب صاحب الزمان من خلال الخدمه والزائرين؟ نعم الإمام صلى الله عليه كما قلت جزاك الله خير هو المعزى، وأيضا هي يعني مناسبة حزينة لكنها تدخل السرور على قلب الإمام. عندما يرى الناس وعد قضية الحسين عليه السلام، فهموا الحسين، عرفوا الحسين، وهم يبذلون جهدا وطاقة ووقتا وعدة وعددا لإنجاح هذه الزيارة. وأيضا هؤلاء كما أسفت قبل قليل يعني هذا الخروج وهذا الاستعداد، هذه الإمكانيات التي تقدم لملايين الزاحفين بها نوع من التعبئة لدولة العدل الإلهي. فكما تعلمين احنا قبل فترة مرينا بأزمة داعش وأزمة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير، فكان الذي قد ساند هذه الحملة الكبيرة أو هذه المعركة نستطيع أن نقول الكبيرة ضد داعش هم أبناء المواكب. نجدهم نفس مواكب الأربعين، نفس المواكب التي تعبأت في يوم الأربعين، تعبأت واستعدت لفتوة الجهاد الكفائي، فخرجوا بأعداد كبيرة من الزائرين كمقاتلين ومن المواكب كدعم لوجستي لهذه القوات التي ذهبت بفتوى المرجعية وساندتها. أحسنتي. وكذلك أبناء حج الشعبي هم أبناء زيارة الأربعين، هم أبناء الحسين صلى الله تعالى عليه، وتم شاهدتوا عبر القنوات
أول كلمة كان يتكلم بها ذلك المقاتل من أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي أيضا، كانوا يقولون تعلمنا من الحسين، أخذنا من الحسين، فالحسين مدرسة دائمة العطاء، لذلك نحن بحاجة مستمرة إلى إحياء كربلاء لكي ننهل من هذا العطاء الحسيني. بارك الله بجهودكم شيخنا، شكرا جزيلا لكم، أكيد مستمرين معنا. حرزان فضل يا أهلا ماما، شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وين محمد من بغداد نبوتشير. اليوم مشيتوا من ناية؟ الحمد لله. إن شاء الله مستمرين. إن شاء الله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كل سنة إحنا وكل عام نمشي والحمد لله على أبو عبد الله. يمكن من كنت صغير أنت تأخذك ماما تشيلك؟ إيه. اليوم ان شاء الله عينا عارفين عن حالك شلون يعني كل سنه انت من البدايه تشيلينا وياك. اي وناف كبر كبر قام كل سنه يمشي الطريق ما شاء الله. شكرا. توصلون بالسلامة. ونسألكم الدعاء، اكيد مستمرين مع الخدمه والزوار اللي مقامه اكيد الخدمه الحسينيه والزوار القائمين. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. عظم الله جورنا وجوركم بذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام الشيخ عبد الرحيم ساعد من الزعفراني موكب جامع الرسول. شيخنا يا ريت عرفنا بدورك بالموكب، الخدمة الحسينية متنوعة، اليوم انتم كمسائل شرعية صار الزائر من يمشي يعرف بانه اكو محطات للمسائل الشرعية اللي ممكن من خلالها ان يحسن سلوك، يحسن قراءة مثل سورة الفاتحة وغيره. اكيد بالتأكيد هو هذا دورنا، احنا موكبنا موكب خدمي. كذلك موكب استفتاءات شرعية، إقامة الصلاة، توجيه الزائرين، صلاة الجماعة، التأكيد على صلاة الجماعة للزائرين المغرب العشاء الظهرين. والله دائما تجي أسئلة، هو يجون يسألون، هو أغلب أسئلتهم على قضية الإمام الحسين، على الصلوات القصر والتمام، أسئلتهم هاي الناس اللي موجودين جايين من مكان بعيد انه يسألوك بهذا، يسألون انه صلاتهم قصر تمام كذا، عن الطهارات عن الحال. اكيد وهذا عملنا ودورنا احنا، هذا الموكب مو بس خدمي، لا ثقافي استفتاءات شرعية، توجيه الزائرين، الوقوف عند الأذان واتمام الصلاة، قضية الإمام الحسين جاء من أجل الصلاة، وقضية الإمام الحسين عمودها الصلاة، أنه في ذلك الوقت وتلك الواقعة صلى الإمام الحسين بأصحابه بأمي وأبي. فنأكد اللي رايح للزيارة زيارة أبا عبد الله الحسين أن يقيم الصلوات في أوقاتها ويسأل عن أمور دينه. أحسنتم، شكرا شيخنا، وأكيد مباركة جهودكم، شكرا جزيلا. أكيد مثل ما ذكروا الشيوخ وقامت الموكب بأنه يعني هذه التوجيهات اللي هي تكون لزوارنا الكرام، أولا هو التربية والأخلاق وقامة الصلاة والمواظبة على الصلاة، والإمام الحسين سلام الله عليه بأشد الظروف لم يترك صلاته. وبالإضافة إلى ذلك أحب أضيف إلى ما ذكروا أيضا الحفاظ على الممتلكات العامة اللي بالطريق، النظافة الطريق، هذه تنحسب علينا إحنا كزائرين، نرمي الأماكن في الأماكن المخصصة لها وهكذا. يعني حتى أكيد هي هذه الزيارة ناجحة ببركات الإمام الحسين عليه السلام، لكن إحنا من باب الدعاء وأكيد التذكير لزوارنا الكرام بأنه يواظبون على هذه الأمور حفاظا على نجاح زيارتهم، وإن شاء الله يقبل من الجميع. أكيد هذا واجبنا اليوم، إحنا واجبنا الإعلامي وظهور لكم ونظهر لكم مدى الزيارة ومدى نجاحها. أكيد راح نستمر وياكم أكيد مشاهدينا الأحبة بعد الفاصل. كل الشكر والتحية للزميلة نور العلي. طبعا معانا زائر إيراني اسمه أمير، مستمر تقريبا صار له 10 دقائق يقول أريد أوصل رسالة باللغة الفارسية إلى الشعب العراقي. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين، السلام على أولاد الحسين. ما واقعا تو این عراق واقعا خیلی زحمت میکشن، واقعا همه چیز پخش میکنن، غذا، همه چیز، دارو، هر چیز پخش میکنن. واقعا من عموم مردم ایران به خصوص مسئولین محترم تشکر میکنم و از شما و همکاراتون خیلی تشکر میکنم. واقعا عظمت خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده، مثل دریا میمونه مردم همه اینجا. مردم عراق واقعا خیلی زحمت میکشن، ما ازشون همه تشکر زیاد داریم. خدمات واقعا زیاد، همه چیز از غذا، آب، همه چیز موجوده.
من مردم از مردم عراق واقعا خیلی خیلی تشکر از میکنم. همه چیز فراهمه، یک جزء چیز ناقص نیستید الان تو عراق، واقعا خیلی زیاده. من تشکر زیادی دارم از تو و عموم مردم عراق. من خواهش میکنم طریق جید مشکل او شی؟ نه مشکل، منزل، سکونت، هیچ مشکلی ندارم. همه دار مسکون دارن، منزل دادن، هیچی مشکلی ندار نیست. واقعا عموم مردم همه خدمت میکنن. نمیدیم بله، همه کلن همه زی خواب، همه زی تکمیل اینجا واقعا عالی هستن، ممتاز، واقعا ممتاز. حفظك اهلا وسهلا، قربون شما، من تشکر الاجر. الله يخليك، الله يحفظك، الله يخليك. طبعا احبت المشاهدين من خلال كلامه يشكر اليوم كل الجهود العراقية وخاصة اصحاب المواكب والخدام على توفير سبل الراحة الى زائرين ابا عبد الله الحسين وتوفير المنام والطعام والسهولة الكبيرة. تكلم انه الطريق ما واجهنا بمشاكل، طريق بكثير من الهدوء والجمال، والحقيقة ما شاء الله يكفي اليوم رغم هذا التعب، ولكن ابتسامته حاضرة وارتياحه من الزيارة والخدمات التي قدمت في الزيارة. هذا أبسط دليل اليوم على إلى الآن نجاح كبير جدا لكل المواكب ولكل الخدام ولكل القائمين على تلك الزيارة. والله العظيم مش قد ما نتكلم ممكن على تخطيط وخطط، ولكن ببركة الإمام الحسين هي ماشي، يعني شيء سلس، ده يمشي سلس. هذا الطريق يعني خلال تواجدنا به تقريبا 4 أيام أو 5 أيام ما فد يوم فرغ، مستمرة هذه الحشود. يعني حقيقة أنا مستغرب الموضوع، التصريح الرسمي ب20 مليون، ممكن الرقم أعلى نشوف بنهاية الزيارة الأربعينية والله كريم. خلونا أيضا نتجول ببعض المواقف. شكرا لك حاج، الله يخليك، الله يخليك. الله نتجول ونشوف بعض، وخلنا نروح على أصحاب المواكب اللي يوزعون المياه. خلي بالكم شباب، أهم شيء سلامة الزائرين وما نعيق عملهم. السلام عليكم، شلونك؟ مي بارد حار؟ يعني نجرب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يحفظك. عرفنا عن نفسك. أنا اسمي علي من النجف. من النجف؟ من النجف. آه ما شاء الله. نعم. نفس الموقف. إيه. الله يسلمك. أنا 24 ساعة ولا ساعات؟ لا 24 ساعة موجودين هنا، نوزع ماء وشاي وطعام للزوار. أبا عبد الله الحسين. اي نعم. انت بوحدك لو احد يساعدك؟ لا كلهم قول اخوتي وساعدوني وخوالي. قرايبك؟ اي كلنا قرايبنا. الله. اي. موقفكم الامام علي. نعم. نعم. انت شنو مهمتك بالضبط بالموقف؟ اوزع ماي. شنو جابرك اليوم ومتعبك توزع؟ اول الامام الحسين ماي. اي والله للزوار. شفت الزور؟ والله بعد شوي ان شاء الله نطلع. اي ان شاء الله. ترجعون للخدمة؟ ان شاء الله. الله منك. الله يحفظك. هلا بكم كل وقت. ما شاء الله. يعني الأخوة تعال. تعال شوفي شلونك؟ ولو قاطعتك عن الجار. عراقي؟ عراقي. من وين؟ من النجف. يعني وياهم؟ وياهم. ممتاز. أيضا تخدم لو بس تشرب شاي. اليوم أنا جيت أخذ الهمات وإن شاء الله بالليل نروح الكربلاء. اليوم أول يوم تجي تخدم وياهم؟ أي وياهم. عجب ما جيت الأيام. مشيت شوية. شكلك انت كلش تبقى بالبيت هواية. لا سادس. الله يساعدك. بشر ايش طلعت لو رحت للسادس؟ لا رحت للسادس. ايش تطلب من الامام الحسين؟ تطلب تدعيله على مود السادس؟ ان شاء الله. نجحت فقط لو ان شاء الله. ان شاء الله معدل. شنو هدفك يعني؟ مهندس ان شاء الله. مهندس. اذا يوم من الايام بعد ما ان شاء الله تصير مهندس ببركات ودعواتك الى الامام الحسين وصرت مهندس معماري او مدني، وجوك ناس يريدون يسوون بهذا الشارع موكب يبنون ويريدون منك تصميم، بضميرك تاخذ فلوس لو لا؟ لا موكب لا ان شاء الله. ابدا؟ ابدا. وجوز تساعدهم مو؟ ان شاء الله. ربي يخليك، ظنون منك. الله يحفظك، شلونك حاج؟ تعال يمي تعال، شلونك؟ اهلا ومرحبا. اخبارك؟ شكر لله. شنو هالكشخه هاي الجمال هذا؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك، وياهم بالموكب؟ انا رئيس الموكب. الله يعني المؤسس. سولف لنا عن فكره تاسيس الموكب، شو وقت صارت وشلون؟ والله تاسيس الفكره مال الموكب من صار السقوط.
صار سقوط. احنا اجتمعنا مجموعه وقلنا نريد ناس اسمك ب 2003 وجمعنا صرنا اظن ثمانيه احنا المؤسسين، واختار يعني من دول الثمانيه انتخبوني انا امثلهم. ما شاء الله. مستمر من ذيك السنه؟ من 2003 كنا بكربلاء، ثلاث سنوات اربع سنوات خلصناها بكربلاء بالعباسيه، قدم خدمه 10 ايام بكربلاء، بعدين من فتح طريق حسين هنا عندنا اقربانا عندهم هاي المزرعه، قالوا انتم ليش مضلين هناك؟ تعالوا خذوا مكان هنا. فراسا اجينا احنا اخذنا هذا المكان هنا، اول مره بنينا شوادر، ثاني مره نفضناها وبنينا هذا الموكب ان شاء الله مستمر على خدمه الزوار. ارتحت اكثر، المساحه اكبر. المساحه اكبر صحيح، والخدمه اوسع، الخدمه اوسع هنا. الشباب شلونهم بالخدمه؟ والممر هذا طريق حسين هو طريق الجنه هذا. الله الله. واحنا بدورنا نوجه نداء للحكومة المحلية. نعم. بالنجف. حكومة النجف. حكومة النجف. نقول لهم هاي مدينة الإمام علي عليه السلام. مدينة الإمام علي السلام نقل الخلافة من المدينة للكوفة. فالمفروض تصير أعظم مدينة إسلامية بالعالم. ها؟ ليش مهمني من النجف مدينة الإمام علي عليه السلام؟ لا طريق لا مواصلات. هاي زيارة، هاي زيارة أنتم تعرفون زيارة مليونية والناس مشتاقة أن توصل لأبا عبد الله تزوره. احنا الزوار ابو عبد الله من اي قطر كانوا، من باكستان، من الهند، من من لبنان، من البحرين، من دخل الدول العربيه. هذا الزائر من يجي لهنا يتغير، من يوصل حدودنا ودخل لنا يتغير اسمه، صار زائر ابو عبد الله. واحنا خدام ابو عبد الله، هاي خدام ابو عبد الله، موكب ادمك المقعدي. احنا قدم خدمه زوار ابو عبد الله، هم تاج روسنا. احنا نقول لهم يا زوار ابو عبد الله انتم بسطعونا، احنا خدمه لكم، اهلا وسهلا بكم. ليه ما تقصر من الحكومات المحليه؟ اكو تقصير، ماكو ثلج السنه، ماكو يعني ما قالوا يوم انحلت المشكله. المعامل سادينها، ليش سادين المعامل؟ والله يقول لك الا يقولون الا توزع بالمنطقه مالت شاد، المنطقه مالت مالت كيف يعني؟ كل هذا طريقه حسين كلها عليها، مثلا كل المحافظات هاي صارت الشحه مال الثلج. ليش؟ النجف 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 الاشرف هاي مدينه بوريات اثنين مال ماي، هذا بوري وهذا ماي. احنا صار لنا هنا تقريبا 15 سنه على هذا المكان هذا، يعني صار ثلاث سنوات قطره ماي ما يجي، قطره ماي. لو ما اهل السناكر جزاهم الف خير، ولا ما احنا مثلا اذا ما كنت هناك نشتري على حسابنا ماي. وهاي الناس تشوف هاي زوار ابو عبد الله وين اذا ما تقدم خدمات. ليش العتبه 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 العلويه؟ ليش ما يسوي لهم مثلا خمس معامل ست معامل وخلي خاصه للزوار، ومن تجي زياره اسويها استثمار، حال العالم هم ابيع استثمار وتدر هاي منافع لكم. يعني تقريبا اكبر مشكله واجهها اصحاب المواكب وخدام الامام الحسين هو موضوع الثلج، هو الثلج والماء، الثلج والماء. هي الناس تريد حمامات صيف، هذا ذاهب، تريد حمامات، تريد ماء بارد، تريد تستراح. اذا ماكو ماء بارد وماكو ماء مثلا للمغاسل، وين يروح الزائر؟ وين يروح؟ وين يروح؟ يعني انتم هسه احنا اعتمدنا على محافظ النجف، يعني محافظ النجف يعني من التيار عريق هو على الراس، غير المفروض يوفرنا ما يوفرنا ثلج يوفرنا. ها طبعا رسالتك وصلت حجي، واحنا زودنا زود العراقيين بيكم وترفع راسك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحقيقنا هذا ان شاء الله، خدام الحسين مباركين ويقدمون ما باستطاعتهم، كل ما يستطيعون يقدمون لزوار ابو عبد الله. احنا من قعدنا هنا قعدنا لخدمه زوار ابو عبد الله، احنا خدم ربي يخليك، احنا خدم زوار ابو عبد الله. وحد بعد على الخدام احكي وياهم. الله يخليك، تفضل. الله مرحب بك، يصير منك الحج رئيس الموكب، احنا قرايبه كل احنا خدامنا. ممتاز ممتاز، موكب الامام علي خوش رئيس، ها على راسه حج، ما مقصر والله، نشرف فيه. بعد يعني خلال اليوم ايضا ما نتكلم فقط اليوم انه سلاسه الزياره وايجابيه الزياره، صح هاي موجوده، والخدمه والوجه اللي يضحك ويا الزائر ما شاء الله، بس اريد طلب يعني عندكم مشاكل بالثلج، اكو مشاكل؟ اي اكو ثلج، هو معاناتنا الثلج. فانا اوجه نداء للعتبه، يعني الحكومه ما ناشده احنا بعد. ايش هي غير حكومه هي مسؤوله هاي مباشره؟ اكو احنا بعد املنا بالعتبه، نريد معامل ثلج يسوونا على طريق يا حسين. هذا طلبنا من العتبه، العتبه الحسينيه، العتبه العلويه. فقط للزياره. ان شاء الله توصل رساله. طلبنا احنا كخدام
زوار ابا عبد الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ربي يحفظكم حجي الله يخليك. احبه المشاهدين، يعني احنا ما اريد اذكر الجزئيات البسيطه اليوم اللي حنعكر اليوم صفو ومزاج الزائر الحسين، ولكن نتكلم بصراحه انه هؤلاء الخدام يعني عندهم طاقه دوله كامله وتقديم الخدمات. اليوم انا اتحدى الدوله العراقيه واتحدى الحكومه العراقيه اذا تقدر تقدم خدمات لربع عدد الزائرين بحده، ما تقدر. اذا اليوم نجاح الزياره الاربعينيه احد اعمدتها الرئيسيه هي الخدمه الحسينيه والمواكب الحسينيه. فاليوم موضوع ثلج او موضوع مي حلو ما اريد يعكر، امور بسيطه جدا. يعني وصلوا الى مرحله يناجدون الحكومه المركزيه او المحليه، وصل لحد انه يناجدون العتبات. وانا اعرف العتبات ما تقصر، وانا اعرف العتبه الحسينيه والعباسيه والعلويه ما تقصر بهذا الشيء. يا رب توصل للرسائل وتكون انه اي خطا يحصل هذه السنه يصحح السنه القادمه، واي خطا يصير السنه القادمه اللي بعدها يصحح. هسه اليوم هذه السنه بما انه احنا بعدها حراره مرتفعه، موضوع معامل الثلج نريدها باسرع وقت تكون بهذا الشارع، لان هذا الشارع اكثر شارع به كثافه زائرين معتمده على النجف وبقيه المحافظات الجنوبيه. فنتمنى التركيز على هذا الموضوع على مود ما تتكرر بالسنوات القادمه. احبتي المشاهدين، طبعا اترككم الان وانتقل الى الزميل كاظم الحاوي. زينيون حتى علي. يلا ظفر علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شكرا لزميلي ظفر علي من محافظة النجف الأشرف على هذه الجهود الاستثنائية في تغطية هذه المسيرة المليونية، المسيرة التي تعبر عن الحب والولاء والعشق الحسيني لمحمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكل العاملين، وأيضا ما زلت وإياكم في مدينة القاسم، القاسم عليه السلام. ونحن أيضا معنا وبرفقتنا اليوم الناس التي تستضيف الزوار وباللهجة العراقية المعازيب، أصحاب المضائف، أصحاب البيوت، أصحاب الحسينيات الآن يبحثون عن الزوار الذين ليس لهم مكان للسكن، لا يسكنون في المواكب وإنما في بيوتهم في منازلهم. ضيافة مستمرة وضيافة جميلة من أهل القاسم للزوار، عظم الله لك الأجر. عظم الله لنا. تكلم للسادة المشاهدين عن هذه المسيرة وكيف تستضيفون هذه الناس وهذه الحشود في منازلكم، وما هي الخدمات اللي تقدمونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، ألا ولا هو مصاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مثل ما تشاهدون زوار الإمام الحسين عليه السلام، وها نحن قضاء مدينة القاسم المقدسة جنوب محافظة بابل. طبعا احنا صارنا 10 أيام على هذا المنوال، عايفين أشغالنا وعايفين كل ما متعلق بنا لخدمة زائري أبل الفضل العباس وبالأحرار عليه السلام. نحن خدمة موكب أنصار العقيلة قضاء القاسم جنوب محافظة بابل، نشرف بخدمة زوار أبي الأحرار. ونحن عندنا مكان خاص أيضا للنساء، وعندنا بيوت أيضا خاصة بالنساء وبالرجال، ونشرف احنا بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. عظم الله لك. عظم الله لنا. أيضا معي الاسم الكريم توفيق. توفيق، عظم الله لك اجر توفيق. عظم الله اجرنا واجركم. تكلمني عن انت حضرتك صاحب موكب ايضا ومعزف. عظم الله اجرنا واجركم بمصاب الامام الحسين عليه السلام واخي ابو الفضل العباس عليه السلام. نحن هاي الزوار طبعا هسه مبيت مو هسه الخدم كله هنا جاي. وقت صلاه مغرب. وقت صلاه. كله تعزل. كله تعزل ومبيت هسه، يعني السيارات موجوده ذاك السايد
جاي كلها تاخذ المعزب كذي، تاخذ الزوار، النساء واحد والرجال واحد، النساء واحد والرجال واحد. عظم الله اجورنا واجوركم ان شاء الله. شنو نوع المبيت يعني مثلا؟ شنو الخدمات تقدمونها؟ في منازلكم حسينيه؟ لا لا بمزايلنا. اكل شرب؟ بالبيوت يعني. نعم. بالبيوت كافه الخدمات، كافه الخدمات. ضيافه موجوده؟ ضيافه موجوده كافه الخدمات. ملابس، غسل ملابس. ملابس. المريض شلون تتعاملون وياه؟ المريض يعني للمستشفى. يعني اقل شيء اقل المريض قبل كادر طبي موجود عندنا مستشفى القاسم عليه السلام. مستشفى القاسم. مستشفى القاسم. 24 ساعة. 24 ساعة. نتمنى انه نلتقي بالكوادر الصحية، الكوادر الأمنية، ولكن يعني احنا مطمئنين انه الكوادر الصحية مستمرة بخدمة. لا بالله مستمرة مستمرة. شلون هالكوادر الصحية وياه؟ والله العظيم مستمرة يعني خدمات موجودة كلها. شكرا جزيلا لهم. الله يسلمك. وايضا الاجهزة الامنية شلون تعاونهم وياكم؟ الاجهزة الامنية طبعا نشكرهم. نعم. يعني الخطة الامنية كل زينة. بالقاسم. بالقاسم قضاء القاسم. نعم. يعني موفر السير يعني جاي يمشي. الحمد لله. قطع السيارة لا السير موجود يمشي. شلون تعاون الزوار وياكم الجاي من المحافظات الأخرى؟ والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله والشكر. موفقين ان شاء الله. موفقين الله يسلمك. عظم الله اجر. ايضا نلتقي باحد المعزبشيه اللي موجودين في البر في منطقه القاسم. في منطقه القاسم. عظم الله لك الاجر. الاجر لكم العزيز صاحب العصر والزمان. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاده بالاحرار الامام الحسين عليه السلام. عليه السلام. السلام. شلون استقبالكم للزوار اللي موجودين؟ والله بيوتنا وعوائلنا مفتوحه امام الزوار. نعم. واحنا بخدمه الزوار من اكل من شريب من مبيت كافه الخدمات. الان انت شنو وقفتك هنا؟ انا شفت انا عندي صاحب موكب. انا صاحب موكب. لاحظتكم هنا جاي تدورون على 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 مبيت للزوار. ناخذ بيوتنا مفتوحه لحد يا ساعه تبقون هنا تدورون على زوار. احنا زوار لو تجينا لحد الصبح احنا موجودين. انتم موجودين لاحظتكم موجودين يعني ما تخلون احد الشارع. لا لا بالله ما نخليه والزوار على رؤوسنا نخليهم. حياك الله. اهلا وسهلا بيهم. تعال دام الحسين. تعال وش تكلم لي عن السلام عليكم. تكلم لي عن المعازي مره طبعا ما شفت قناه لحد ما وصلت لهذا الشارع. قناه الايام خدمه قاسم. الله يسلمك. قناه الخدمه بخير. والله قناه الايام خدمه وسهلا نشرف وبرنامج حسينيون حق طهور كل الهلا بكم. شوف هاي من الاغادي من بدايه الامام القاسم لحد بدايه الطليعه نهايه الطليعه. نعم والله الزائر يجي يطب مرتاح يكون مطمئن بهاي المنطقه. نعم. من مبيت. نعم. مكان خاص للنساء موجود. نعم. خوش ها وسولف مكان خاص تبريد طبعا بي مو هيك كان فرق. مكان للرجال خوش من ماكل من مشرب. احنا تفتيحاتنا الصبح بالاربعة خوش تعزيلاتنا الساعة 12 بالليل فاللي احنا المواكب كلها مستمرة على طول النهار خوش. والزار ان شاء الله ما يحس سياراتنا موجودة ضيافة تخلص سمات الاذان راح نخلصها عن الزيار ناخذها لبيوتنا مجورين. الله يسلمك. عظم الله لك الاجر. الضيافه ايضا بس العراقيين اللي هو غير العراقيين. لا والله كل من دول المجاور ايران عندك باكستان عندك الخليج عندك ابو الخطيب السعوديه والله ذاك اليوم هذا طبعا حقيقه الزوار بيعتدنا عليك وش لقيت ببيوتنا هذا قطيفي من السعوديه هذا عندنا ايراني هذا عندنا خليج هو الزائر للامام الحسين يجمعنا. هو الحسين يجمعنا. الحسين يجمعنا وعلى الراس اي واحد جينا من غير دوله. ولبيك يا حسين. ولبيك يا حسين. لبيك يا حسين. يا عزيز صاحب العزم اصحاب الجلاله. عظم الله لكم الاجر. وهذا جمع غفير من اصحاب المضايف والمعزين والذين جمعتهم محبه الحسين ينتظرون الزوار ليأخذوهم إلى منازلهم ومضائفهم ولا حسينياتهم من أجل القيام بالواجب لهم على أحسن وجه إكراما للحسين عليه السلام. وعظم الله لنا ولكم الأجر. وهذه تحياتي أنا محدثكم كاظم الحاوي من مدينة القاسم في الحلة. نتمنى لكم الموفقية وعظم الله لكم الأجر وحسينيون حتى الظهور. مثل النسور حسينيون حتى الظهور مشاهدين ومستمرين بالتغطية المباشرة لمسيرة العشق الحسيني اللي لا بيها لغة محددة ولا قومية محددة. وأحد الحجاج الإيرانيين أيضا يريد يقدم رسالة ورسالة شكر وعرفان إلى كل العراقيين. بالعكس وصلنا هذا واجبنا ولكن يحب يوجه هذا الشكر. السلام عليكم. السلام عليكم. قبول بشمس الله. الله ممنون قبول بشمس الله. الخدمات زيادة. خدمات زيادة إن شاء الله.
لبيك يا حسين سليماني ان شاء الله مهدي مهندس قبول ان شاء الله خدا يجوانه ان شاء الله مشكلة الشهر ان شاء الله خدا بكشايا خدا ان شاء الله مريضا اسلام رشفا بدا من وين من ايران طهران قوم مشهد بالي مشهد خراسان بالي امام رضا حضرت محسومي قوم ان شاء الله قبول ان شاء الله جيد الزيارة زيارات ان شاء الله زيارات اربعين بيادة از نجاف تا كربلا اهديت هذه الزيارة الى حاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس خوب خوب ما شاء الله قبول ان شاء الله خون سليماني وقاسم سليماني وابو مهندس خوب ان شاء الله همه زبار امام حسين آزاد فراج امام زمان خدا نزدیک کنم ان شاء الله همه مریضا اسلام رو شفا بده ان شاء الله بندم نکره همه شما هستم قربان شما خدا نگهدار شما از تربت جام پریمان مشهد امام رضای قریب ممنون از ابو خلی ان شاء الله از همه قبول کنم ان شاء الله الله يحفظك یادات کربلا عظم الله لكم قربون شما ما شاء الله عراق همه پذیرایی خوب ان شاء الله خدا نگهدار شما ممنون آقا ایران قریب قریب المهندس ان شاء الله خدا نگهدار والله احمد المشاهدين يشكر الكرم العراق وايضا بزيارته دائما يذكر قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رضوان الله عليهم إن شاء الله طبعا مشاعر كبيرة جدا أيضا من الصور الجميلة العالقة اليوم في ذهني خلال هذه الأيام هو وجود صور الشهداء مو فقط قادة النصر لا أغلب الشهداء اللي استشهدوا مع الحشد الشعبي بقواتنا الأمنية اللي استشهدوا أيضا بعمليات إرهابية داعشية وهابية اللي فجرت البيوت اللي فجرت اليوم الأسواق ما شاء الله صورهم أيضا ذكرى أيضا من الأمور الجميلة جدا أن الزائرين خاصة أتكلم على الزائرين الجمهورية الإسلامية اللي في إيران بخلال من حقائبهم من خلال حقائبهم يضعون صور الشهداء وأيضا ما مقتصر موضوع الشهادة إذا كان شهيد إيراني أو شهيد عراقي أو حتى شهيد فلسطيني يقاوم الاحتلال الصهيوني وهذا حقيقة شيء من بركات الإمام الحسين يجمع الأمة على كلمة واحدة وهي الثورة والشهادة والإيمان وحب محمد وآل بيت محمد شكرا جزيلا الحاج الله الله يخليك الله يحفظك خلي مدام الموكب هذا ممكن قل عليه الزائر لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي الله يخليك الله يحفظك سلام عليكم حاج سلام عليكم تفضل تفضل يمني شلونك السلام عليكم من إيران إيه؟ وين إيران كاشان كاشان إيه؟ شنو الموكب يقدم خدمات خدمات موكب إمام زاد محمد إيه كاشان شاي إيه آب ماء شربة عصير أيضا منام بي إيه موجود كيف الزيارة شاهدتها زيارة خدمات كثير ما شاء الله إيه بركات الحسين شكرا جزيلا حبيبي شلونك تعال يمي تعال تعال شلونك حياك الله نبي اخبارك من وين؟ بصرة من البصرة وين بالبصرة؟ الزبير اوه من الزبير والله من الزبير يعني اقصى جنوب العراق اي والله طلعت من راس البيشي؟ كلش من راس البيشي البحر للنحر اي والله كلش صار لك كم يوم؟ صار لي 18 يوم اليوم يلا وصلت اي والله اليوم يلا وصلت عديت على محافظات هواية شلونها كانت الخدمة؟ نعمة فضيلة نعمة كلش ما مخلينا بقصور كل قصور ما أهل السماء ولاعبين جو لا والله والنعم من أهل السماء كل قصور والله ما ديوانية ديوانية أي ديوانية النجف عبرنا عليه النجف شلون؟ لا نعمة زين النجف ممتاز البصرة شلون؟ البصرة لا زين بعد البصرة مشهودة مشهودة البصرة بعد روح والله واجهتوا مشاكل بالطريق؟ لا مشاكل ما يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. ويا من جاي انا ولد صاحبي عزو هذا ايه اسمه عزو عزو لا اسمك بالجنسي اسمي احمد احمد ليش صحوا لك عزو لا غبي اي لا غبي حلوه المسيره ويا صديق وفي ايه. وعزيز لما تروحوا لا ان شاء الله حلوه الله يخليك عجب ما ظليتوا بالبيت ومنك تخدمون وما تجون ليش بتعبين نفسكم احنا دائما كل سنه نمشي يعني هاي اللي ابو عبد الله ايه ان شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا
أهل البصرة هاي مثل ما قلنا أنه طلع بعض المحافظات وصلت إلى طريق لبيك يا حسين وبداية بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة خاصة محافظة البصرة. اليوم الأخوة الشباب اللي طلعوا من أقصى نقطة في العراق أقصى نقطة جنوبية راس البيشة مثل ما معروفة هذه المسيرة من البحر إلى النحر ووصلوا اليوم إلى كربلاء النجف الأشرف تقريبا بعد لهم يوم ونص أو يوم كامل للوصول إلى قلب مدينة كربلاء المقدسة. قلب مدينة كربلاء هو ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس عليه السلام. يا رب تكون الزيارة سلسة. احنا منتظرين أيضا أخبار أكثر وأكثر حول موضوع بعض المشاكل أنا أقدر أسميها، ولكن المهم أنه همة وغيرة وشهامة أصحاب المواكب معبرين أي مشكلة. شكرا لهم، وأيضا شكر خاص للقوات الأمنية على توفيرها كل مستلزمات النجاح لتلك الزيارة، على التعاون الكبير بينها وبين أصحاب المواكب والتعاون بينها وبين الزائرين. ما شفنا فد عرقلة، ما شفنا فد ممكن مشاحنة بين شخص بين القوات الأمنية، لا بالعكس. اليوم أنا لما أسأل القوات الأمنية ولو عندهم منع من الظهور الإعلامي حسب توجيهات اليوم المركزية لوزارة الدفاع والداخلية، يقولوا اليوم إحنا نحس نفسنا مو كشرطة أو كجنود، إحنا اليوم أيضا مشاركين بخدمة الزوار وخدمة القضية الحسينية. أترككم مع هذه الصور المباشرة لمسيرة العشق الحسين الأربعيني اللي كان ممكن مقرر ما يجي إلى الزيارة، ولكن بعد مشاهدته يقول لي بعد ما شفت لقاءاتك ويا أهل الزبير وهاي قال إحنا أهل بغداد أقرب، أي آن حينطلقون إلى الزيارة الأربعيني. يا رب يحفظهم إن شاء الله يوصلون بسلاسة وبسلامة بإذن الله. طبعا خلونا أيضا ندخل في وسط ولو ممكن راح نعيق اليوم الزائرين بطريقهم ونعتذر منهم، ولكن لازم نوصل الرسالة هذه الحسينية إلى الجميع. خلونا ندخل بعد أكثر شوية شباب. السلام عليكم. تفضل. صورة جميلة ذكرى. أنا إيراني. عربي. عربي لا. أتكلم رأيك في الزيارة. زيارة كيف كانت؟ خدمات. آلي آلي. خدمات. من وين؟ من إيران. إصفهان. من إصفهان. جيت ماشين أو سيارة؟ أوتوبوس. إلى حدود. إلى نجاف. كم يوم؟ أنا ساعدني بالترجمة. أريد أقول لك كم يوم؟ دروس. اهلا وسهلا بكم، شرفنا بكم وعظم الله لكم الاجر والثواب. نعاني من موضوع صعوبه الترجمه، ممكن المخرجنا يعرف يلم قليلا باللغه الفارسيه فاعذرونا ممكن، ولكن نفهم القليل وممكن ايضا نوصل هذه الرساله. خلي ايضا ندخل للاخوه ونشاهد. شلونك عطاء؟ اخبار. تكلم من وين؟ من ايران. ايران تبريز. 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 خدمات كيف كانت؟ خدمات اكل منام طعام زين. عالي عالي عالي. جيد. اوكي 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 جيد. احكي فارس احكي. خيلي مسير عالي هست، خدمت میکنند، خیلی عالی داریم، میریم به سمت کربلا ان شاء الله که خدا از هممون قبول کنه. آها دیگه احمد. نعم. هاي خلاص. خلاص. يا رب توصل بالسلامه. يا امان الله. الله يخليك. الله يحفظك. يعني ايضا العفو. العفو الله يخليك. ابو رايت الحشد نريدها. تعال يمنا تعال. احنا تعنا اذا نشوف رايت الحشد ما تسوي هالقاء والله. شلونك؟ الله يسلمك. تنتل على ما شاء الله. لا ما انتل. هاي كلها بالحشد تنتل. والله. الله يخليك على راسنا انت. الله يسلمك. فخرنا. شلونك؟ الحمد لله بخير. صحتك شلون؟ الحمد لله تمام. ماكو تعب الا ابو عبد الله. من وين؟ انا جاي من الموصل، من النجف للكربلاء المقدسه. من الموصل؟ نعم. والى النجف والى كربلاء. نعم. السلام على الحسين. نعم. وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عندي سؤال. اغلى يعني كثير من الزوار شاهدناهم ممكن شايلين رايات لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، صور لمراجع، صور لعلماء، صور لشهداء، ها
أنا اللي لمحتك من بعيد شايل راية كبيرة للحشد الشعب المقدس، شنو السر؟ شنو السر؟ احنا باقين على العهد، باقين على طريق أبا عبد الله، نحن حشد حشد المقدس، نحن أحفاد سيد الشهداء، نحن أحفاد أبا مهد المهندس حج قاسم، ونحن مستمرين بهذا الطريق إن شاء الله. يعني اليوم الحشد الشعبي أيضا مرتبط بالقضية الحسينية، هي سلسلة. نعم حشد مرتبط بالقضية. نعم صحيح. بما أنه ذكرنا الحشد، خلي أعلم حتى المشاهد أيضا يشاهدك، أريد أن أذكر موضوع مهم جدا. نعم. شنو اليوم التضحيات اللي يقدمها الحشد الشعبي في نينا وأنت من أبناء نينا؟ نعم، حشد قدم أبناء النينوى يعني قاتل حرر المناطق، لولا حشد يعني ما موجود بالموصل كان ما تتحرر الموصل، بجود أبطال الحشد الشعبي تحررت المحافظة الموصل. نحن لا، أنا من الموصل من سهل نينوى، وأنا مقاتل من أبناء الحشد الشعبي. الله يخليك. الله يخليك. رحم الله والديك. كل أهلنا بسهل نينوى، ولين تعرضوا لحقيقة أمور بشعة من قبل التنظيمات. نعم. شكرا جزيلا حبيبي. الله يخليك. أحبة المشاهدين، وجود الحشد في المسيرة الحسينية هو ارتباط وثيق، لأن الحشد الشعبي هو مكمل لتلك المسيرة الجهادية والثورية، لأن الحشد الشعبي هو أساس وجود العراق، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه انتقالة للزميلة نور العدل. في طريق الدورة على جسر ومواكبنا المستمرة بالخدمة، معنا موكب أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أهلا بكم. عظم الله لكم الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. عرفنا على خدمتكم، هذا الموكب صار له شقد؟ هذا الموكب تأسس بحمد الله بعد سقوط النظام مباشرة، وكان البداية بسيطة، يعني كانت زيارة مو بهذا القوة، بعدين بفضل الله ورحمته تطور الموكب وصار إلى ما هو عليه الآن الحمد لله والشكر. نوع الخدمة اللي تقدموها للزائرين؟ إحنا الخدمة بين 3 وجبات طعام إلى استراحة، يعني استراحة ومنام بالنسبة للزائرين على هذا الطريق. أحسنتم، بارك الله بجهودكم، شكرا عمو. تفضل يا أبي. السلام عليكم. تفضل يا أبي. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أجورنا وأجوركم إن شاء الله. أنتوا بالموكب، عرفنا بالموكب. الموكب موكب الإمام الحسن المجتبى من منطقة الزعفرانية محلة 962. احنا الموكب يمثل المنطقة والمحلة ومشتركين به كلهم، ويترأسه الحاج جبار والحاج أبو سمير. يعني انتم مجموعة؟ مجموعة نعم، لا مو موكب واحد، مجموعة والأستاذ أبو سمير، وكلنا قائمين على خدمة هذا الموكب وخدمة زوار أبو عبد الله الحسين. أشوف أبنائكم والأطفال اللي جاي تعلمهم على هالخدمة. نعم، أطفالنا هم متمرسين ويانا بمختلف الأعمار، بنات وولد، ويشاركون ويانا الخدمة للزوار، وإن شاء الله الكل جميل. الخدمة كل سنة تزيد. نعم، وكل واحد يعرف دوره. كل سنة توزعون الأدوار كل شخص؟ لا لا، هي كل أدوار موزعة يعني، وكل واحد على ضوء اختصاصه والخدمة اللي يقدمها، اللي يطبخ واللي يسوق واللي يقوم بالخدمات الاخرى. موفقين عمو، شكرا جزيلا. السلام عليكم عمو. عظم عليكم وجودكم ان شاء الله. يا الله. انا الحاج ابو سمير المعموري، موكب انصار الحجه، بغداد الزعفرانيه، محل 262. السلام على الحسين وعلى علي الحسين واولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. موكبنا من فضل الله الثالث على التوالي قدم خدمه الزوار. موكبنا هذا شيب وشراب، حتى اطفال يشربون ويانا، حتى عوائلنا خلف الكواليس هناك جهزوا الاكل ويجيبوا جاهز، وهذا كله قليل في حق ابو عبد الله حسين ابو الاحرار. والسلام عليكم ورحمه الله. لاحظت بوقت الزياره وقت الصلاه بالتحديد، يعني انه انتم اقمتوا الصلاه جماعه؟ احنا كل سنه ديدنا انه وقت الصلاه نوقف العمل، وقف الخدمه الى انتهاء الصلاه، وهذا اكيد الصلاه واجب والعمل مستحب، فنقدم المستحب الحمد لله. بارك الله بك. تفضل يوم، اهلا وسهلا. تفضلي، هاي زائره تريد نعزيش في البدايه. عظم الله لكم الاجر. منا ومنكم اجمعين، ونعزي صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الجلل، ونعزي مراجعنا الكرام
ونعزي جميع أهلنا وأحبابنا في هذا المصاب وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. كل سنة تواسين زينب بالمشي. أي سلام الله عليك يا سيدتي ومولاتي السيدة زينب. هذا يومها اللي مشت بي بطريق وعر، احنا مشينا بطريق عدل وهي مشت بطريق وعر. احنا مدللين وعندنا خدمة. اي والله هاي الخدمة كلها، ونشكر جميع خدام ابا عبد الله، نشكرهم على هاي الخدمة، ونشكر جميع اللي الحاضرين والموجودين في هذه المواكب على هالخدمة هذه. أحسنتي يوم، بارك الله بيش، توصلين بالسلامة. نسألكم الدعاء. أشكركم عيني. شكراً إليش. أكيد من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، بالتالي إحنا نشكر أكيد جميع خدمتنا. تفضل ماما، شنو اسمك؟ تفضل يوم. السلام عليكم. عليكم السلام. ولك الأجر إن شاء الله. من وين؟ إحنا من بغداد، بغداد جديدة. آه اليوم مشيتوا. أي اليوم مشيتوا. ما تعبانة؟ لا والله ما تعبان، من هذا طريق الحسين ما بي تعب. شفت الطريق على طول وهسه من بدايته من الدوره ومستمره المواكب، شلون تشوفين الخدمه؟ والله كل الزينه، يعني المواكب وهوايه صلوات على محمد يعني، والخدمه كل الزينه، والاكل يعني هذا زاد ابو عبد الله بعد ما يخلص. احسنت. زين ماما انت طالعه وياك بناتك؟ بناتي وياي وامي ومرت اخوي هماتين وجهالهم طلعت. ان شاء الله ماجورين. حثيت البنات على حجابهم قبل لا يطلعون؟ طبعا اهم شيء هذا الحجاب. نعم نعم حجابهم طبعا، الحجاب اهم شيء. نعم وعلى ستر زينب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مباركه جهودكم حبيبتي، توصلين بالسلام. حبيبتي ماجوره في دول ان شاء الله ماجورين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حبيبي من محافظه دياله. عظم الله لكم لك. والله الحمد لله جينا زوار وخير من الله والحمد لله. صار لك كم يوم تمشي؟ من اليوم والله طالع الحمد لله. زين انت رقم قياسي يعني طالع من الجيال اليوم مصدق. احنا مو جريبين اخر شيء والله جديد في الشاب. يعني مشيت مسافه قليله. الحمد لله والشكر. الحمد لله. كل سنه تمشي عمو؟ ان شاء الله الحمد لله والشكر. شنو رايك بالمواكب الموجوده بالخدمه؟ خير من الله الحمد لله، محبين محمد واهل محمد هوايه. الحمد لله جزيل الشكر لهم. خلف الله عليهم ويعني قائمين بالواجب وخير من الله، وسفرة محمد وال محمد ممدودة. وياك أولادك؟ لا 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 وحدي والله. وعائلتي قدامي بالموكب، عندنا موكب والله بكربلاء من شارع الشهداء. والله الله توصل بالسلامة عمو. الله يحفظك. شكرا لك. وزار وأهل خدمة إن شاء الله مأجورين، اللي عليه ممكن يزور والباقي إنه يخدم الإمام الحسين، كلها لأجل الحسين عليه السلام. أكيد إحنا مستمرين معاكم أحبتي المشاهدين. تعال ماما، شنو اسمك؟ حسوني. حسوني حبيبي أنت بالموكب؟ إيه. شنو تقدم خدمة؟ يعني كل شيء أسوي. شو بدي إيش يعني شو أسوي؟ يعني أسوي غلاطة. إيه. أسوي صمون أفتحه هيك. أنت بيا صف حسوني؟ بالرابع. زين ما تتعب؟ ما تتعب. ما تتعب؟ ايه. تحب الامام الحسين؟ ايه. شو تقول للامام الحسين؟ كلش احبه. كلش تحب الامام الحسين؟ ايه. حبيبي الله يبارك فيك ماما. شكرا. شكرا لك ماما. هذا يعني اطفال ويقدمون خدمه، واكيد هم يتعلمون ويمشون على هذه النهجان. شفت بمكان ايثار؟ خل تجي ايثار. طفله صغيره يعني هي تتوسل بالزوار بانه ياخذون منها قلاص المي، واذا ما ياخذون منها يمكن تزعل هي ايضا. شوف من هاي المشاهد هوايه بطريق الامام الحسين، الخدمه ما باقيه بس على المي والاكل وغيرها، شفنا مواكب تقدم عربه مال الاطفال للزوار. تعي ماما ايثار. حبيبتي انت ايش سويتي من الساعه؟ اعطيتي للزاير اعطيتي مي؟ ايه. اعطيتي ما اخذ من يمك المي؟ ايه. اي انت فرحانه قدمين الخدمه؟ ايه. تحبين الامام الحسين؟ ايه. هاي اصغر خادمه هنا بالموكب وهي فرحانه كلش تقدم للزوار اكيد هاي الخدمه. شكرا ماما ايثار. شكرا حبيبتي. تفضل يا ابو تفضل هنا. عظم الله لكم الاجر. اجر الله اجركم ان شاء الله. من وين؟ من المندلي. من المندلي ما شاء الله. صار لك قديش؟ صار ان شاء الله اليوم ثلاث ايام. ثلاث ايام، شوي علي لنا صوتك. يعني انت شفت الاجواء الزياره على طول الطريق، شنو رايك؟ خير من الله ومرتاحين. الحمد لله. الحمد لله. شنو مواقف مرت بيكم؟ حسيتوا بتعب؟ حسيتوا بمضايقات؟ كل تعب ما ان شاء الله. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله الطريق سالك، خدمه خير من الله، مواقف تارس الشارع ومرتاحين الحمد لله. الحمد لله. انت جاي وحدك ولا ويا اهلك؟ لا والله وحدي. شنو
وحدك هاي اول سنه لا دام احنا كل سنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماجور توصل بالسلامه. شكرا لك اخويا رحم الله والديكم. اكيد الزوار مستمرين ومثل ما يقول اخونا هو شاهد دا يشوف الطريق من بدايته الى حد الان الطريق سالك وما باي مشكله ويقول احنا مرتاحين الحمد لله وشكر هنيئا لان هذه الخدمه تقدم من الزوار. يا الله سلام عليكم عظم الله اجرنا واجركم استشهاد الامام حسين. شلونكم اخوان شلون الله يحفظكم. انت خادم هنا بموك؟ انا وكيل الخادم. احنا موكب سكينه بنت الحسين عليه السلام. الخير واجد. شو يحتاج الزار شنو يحتاجه؟ ابسط المقومات موجوده، الراحه، الاكل، الشرب، شو تريدين؟ يعني الصباح يعني نبدا بالاربعه المتعارف عليه نسمي السياح ابيض وقمر عرب يخلص تقريبا بالدعش. نبدا من العشره للثنتين راح يبدا مشويات. المشويات عندنا المعلاق شيء بسيط، هو يعني سندويتش صغير بشيش مال المعلاق الزار يتقوت منه، والعشاء نواشف كالمحتاج. بس احنا عندنا مساله وهي احنا هسه على طريق بغداد جديده زحفرانيه الدوره، مع احتراماتنا للقوات الامنيه والقاده الامنيين جزاهم الله خير جزاء المحسنين، يعني احنا هذا اليوم الثاني اجلكم الله واجل السامعين الاوساخ متراكمه. يعني بدا قبل سنتين او ثلاثه ابو السياره مال المهملات تجي تصعد تقبط الاوساخ وتطلع، هسه احنا صايره هذا مو واجب قوات امنيه، هذه امانه بغداد. ليش ما يخلون؟ يعني مخلي صبات ما يخلي لا سياره تصعد ولا سياره تنزل. انا هسه ابو موكب اليوم الثلج شلناه شيل والله من جوا الجسر مال الزحفرانيه الى ان وصلنا لموكبنا، وكل المواكب تدري ماكو شيء ما ينحل، وهي مساله ممكن انه تتجمع المكان وين ما توقف السياره ان تودوا لها ممكن النفايات. احنا هسه هم مو ذهاب وياب، بس ذهاب عندنا دخل يفتح الشارع ثاني ذهاب ويا. الحمد لله خير وبركه، كل شيء ما عندنا الخير وبركه، لا حرب لا ارهاب لا شيء، ونسال الله الستر والعافيه. رحم الله والديك يا ابا. شكرا. السلام عليكم عم، تفضل هنايا عظم الله لكم الاجر. نعم لكم رحم الله والديك. عرفنا عن حالك من وين تمشي؟ جينا من اليمين وطالعين كربلاء ان شاء الله. ما شاء الله اليوم بديت تمشي. اليوم ان شاء الله من 4 العصر طلعت ان شاء الله. ما شاء الله شلون هالخدمه شفتها بالطريق؟ والله الحمد لله نعمه فضيله. نعم عمو انت كل سنه تمشي؟ كل سنه امشي. احنا كل سنه ان شاء الله نجدد العهد اكيد مع الامام الحسين سلام الله عليه، وهذه بركات الامام زياره. شنو تجدد عندك انت كزار كل سنه على سنه يتجدد روحانيه عندنا، اشياء جديده، قيم نستلمها من الامام الحسين، شنو اللي صار عندك هاي؟ والله الحمد لله وشكر سنه عن سنه زيد من فضل الله، سنه عن سنه من خدمات الى وضع امني الى مجتمعي الى اقتصادي الى يعني هاي نزيد ايضا تمسكنا بالزياره. يعني هاي السفره الموجوده سبحان الخالق سبحان العظيم سبحان الكريم، يعني تجي ما تشتهي الانفس وما تلذ وما تطيب تاكل وتروح، الله وياهم غريب جريب جيران يعبي على اهلي ويروح على اهلي، هاي بس هي تفيض ما شاء الله، ماكو نقص زياده ماكو نقص. شفت مواقف معينه؟ لا كلها ايجابيه والله كلها ايجابيه. اولا هي كرامه هاي من الله سبحانه وتعالى، والحسين هو بعد حسين أعطى ما يملك ونحن ما نملك للحسين الحمد لله. يا بتوصلون بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله التوفيق للجميع توصلون بالسلامة. أكيد مستمرين معاكم أحبتي المشاهدين مثل ما تفضل بيعم قبل شوية بأنه هاي روحية تتجدد، أكيد المواكب تزداد تمسك، وإحنا تمسك بالزيارة الأربعين كلها بركات الله سبحانه وتعالى وبركات الحسين سلام الله عليه، فما كان لله ينمو مثل ما تفضلوا الزوار وازدادت الأعداد الزيارة. نشوف أنه أغلب الناس يمشون بهذه الاوقات على الرغم انه ممكن الالوان الجويه صرحت يوم امس بانه هذه راح ترتفع الغبار هذه الفتره اليوم او باكر، لكن هذا ما يمنع الزائرين، احنا بكل الظروف اكيد مستمرين بالزياره الحسينيه مثل ما تفضلت انه الاعداد زادت الان ومستمره بهذا الزحف
الحسينية المباركة، وأهل بغداد إن شاء الله توكلوا على الله من اليوم وباكر إن شاء الله. وإن شاء الله هذه الزيارة أكيد إحنا مستمرين بتغطياتنا من الأيام الفضائية نشوفها باستمرار وننقل لكم سبب نجاح وسر نجاح هذه الزيارة، وهو المواكب والناس نفسها وهذه الروحية والعناية الإلهية. أكيد مستمرين معكم مشاهدينا الأحبة. أكيد أحبتي خلينا نشوف بعد الزوار بعد، تفضل. السلام عليكم يا السلام. عم الله عظم الله لك الأجر. أكيد مستمرين إحنا لكن البعض يمكن يخجل من الكاميرا، هذا أكيد شيء عادي طبيعي. خلينا نشوف بعد الزوار. تعال ماما، شنو اسمك؟ أحمد. أحمد أنت خادم لو خادم الحسين؟ خادم الحسين. إيه موكب. يا موكب شنو هو إيش تسوي؟ شو تقدم من خدمة؟ خدمة الإمام الحسين. سلام الله عليه. زين أنا شفتك بالموكب، ممكن صليت وياهم بالجماعة؟ صليتي. ماما زين اللي تشوفه مثلا الشاب اللي قاعد على صفحة وقت الصلاة وهذا تقول له تعال صلي ويانا؟ اي اقول له صلاة جماعة. عاشت ايدكم ماما، انا شفتكم يعني حريصين على الصلاة وقت الصلاة، كلهم الصغار راحوا يصلوا. نعم ما شاء الله عليكم. علاوة انت بالموكب لو مش تمشي؟ من وين تمشون؟ احنا من الديالة. من الديالة صار لك كم يوم تمشي؟ يوم. يومين صاركم؟ شو شفت الطريق؟ شفت الخدمة؟ شو رأيك؟ زينة. شفت الخدمة زينة؟ انت جاي ويا من؟ واحد. واحد؟ ماما بابا وين؟ ماما وبابا. أبوي مين؟ الحمد لله. وماما؟ بيتنا. بيت زين. ماما قالت لك روح وحدك؟ زين شنو عندك تليفون؟ لا لا هو السنة روح ويا من يعني ويا من؟ ها؟ ويا واحد. وحدك؟ بدون أي شيء؟ زين عندك تليفون؟ لا. اها ما ادري ماما يعني المفروض خلون وياك رقم تليفون حتى زين عندك ارقام اهلك؟ رقم ماما عندك؟ لا ما حافظ رقم؟ لا تراحيش على الله؟ ها؟ ماما ايش قالت لك؟ منعتك لو قالت لك روح؟ ايه قالت روح زور وتعال. زور وتعال، خلت على الامام الحسين. ماما انا اوصيك انت مره ثانيه احنا ما نمنع اكيد، بس انت عمرك صغير المفروض عندك رقم تليفون تتواصل ويا اهلك تطمن ماما عليك، مو صحيح؟ هسه ما حافظ اي رقم؟ بعد لا تكررها، لازم عندك رقم تليفون حتى تتواصل ويا ماما. زين؟ شكرا لك ماما، ان شاء الله توصل بالسلام، ان شاء الله عين الامام الحسين عليك، شكرا. السلام عليكم يا ابا. السلام. ساعه رحت. من شوية كنت مستعجل. يلا من خالته من اصحاب الموكب. انا صاحب موكب اللي قدام عم ولادك. موكبنا احنا نقدم خدمات، احنا موظفين بهاي المحطه مال كهرباء، مجموعه موظفين بيناتنا الحمد لله والشكر، وموكبنا حلو يعني دائما كل يعني اللقاء اذكر هاي، موكبنا حلو بيه مسيحي وبيه سني وبيه شيعي وبيه كردي وبيه حتى عمال اجانب هم اشتروا يعني هنا الحمد لله والشكر، يعني تجمعات بيناتنا ونجمع، بس احنا شنو دائما نريد نطلب انه الحكومه جت تاذينا بسده الشارع، ثلث صعب علينا، غرضنا انه كلها صعب علينا، فبس هاي شغله متاذين ولا الباقي خير من الله. تقدمون من خدمات؟ ريوق وغدا اشكال انواع يعني ما مخلي شيء ما مقصرين شيء الحمد لله. تقول لي انا وياي المسيحي وياي السني وياي هواي طوائف شلون اجوا؟ الحسين كنا للحسين وانا اريد جماعه شوي ولا استعجل عليكم شوي ورده، احنا غير حسين ما عدنا وسيله والذنوب هواي كفت ثجيله، صوتك احنا غير حسين ما عدنا وسيله والذنوب هواي كفت ثجيله، وغدا وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه عرونا فيه جميعا، وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه عرونا فيه جميعا، واحنا غير حسين ما عدنا وسيله، واحنا غير حسين ما عدنا وسيله. وكلمه للتاريخ ودائما نحكيها، لو ما الحشد لا صارت زياره ولا بقينا كنا. نعم نعم للحشد، نعم نعم للحشد، نعم نعم للحشد، نعم نعم للحشد.
نعم نعم للحشد. وشكرا رحم الله والديك. الله فيك ورحم الله والديكم. اكيد احنا لولا الحشد الشعبي اكيد ما مستمره هذه الزياره. شكرا للدماء المقدسه التي ضحت، شكرا لقاسم سليمان والحاج ابو مهدي المهندس، لولا هذه الدماء المباركه لما استمرت هذه الزياره بهذه الامنيه. شكرا لجهود الحشد الشعبي. اكيد اليوم راح اختم وياكم انا من الان من هذه اللحظه، واكيد مستمرين في طريق حسينيون حتى الظهور. كانت معكم نور العلي وظفر واكيد بقيه الزملاء. شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى اللقاء. كم لقناة الأيام الفضائية هذا الموسم أو هذه الزيارة الاستثنائية، هذه التغطية الاستثنائية من قناة الأيام الفضائية بشبكة مراسليها ومقدميها بمختلف المحافظات العراقية والمدن العراقية التي تحتضن زوار أربعينية الإمام الحسين. طبعا أحبت المشاهدين، الآن احنا في أمام أحد المواكب الإيرانية وأمام أحد المواكب العراقية، واحد في وجه المقابل الآخر، فهذا حقيقة شيء إيجابي. خلينا ندخل قليلا للمواكب يساعدون الشباب. نشوف الزائرين اللي أنهكهم حقيقة التعب، ولكن إن شاء الله كل شيء ماشي لعيون الإمام الحسين عليه السلام. طبعا وعليكم، تعال تفضل حاج، تفضل الله يخليك. طبعا خلونا أيضا ندخل، إذا نقدر ندخل أحد المواكب أكو بها صعوبة ممكن لسبب أعداد الزائرين. طبعا أحبة المشاهدين، أيضا من الأمور اللي ممكن تحدثنا عليها أمس أنه اليوم الاتصالات الحشد الشعبي أيضا وفرت خدمات أخرى بعد ما كان هناك ضغط كبير جدا على الخدمة المجانية للإنترنت، أيضا حثوها وخلوها تستوعب أكثر وأكثر عدد من الزائرين وأجهزة اتصال الزائرين بتوفير إنترنت مجاني لمدة 24 ساعة كاملة مستمرة إلى يوم أو إلى ما بعد الزيارة الأربعينية. طبعا ايضا خلينا نشوف احد الحجاج اللي يعني حقيقه ما شاء الله، يعني نشوف الناس. شلونك حاج؟ شلونك؟ فارسي ايراني. فارسي. فارسي. من وين ايران؟ وين؟ مشهد، قوم، طهران؟ يزد. يزد. من يزد؟ اجيت بهذه الحاله حبا بالامام الحسين؟ تكلم فارسي، تكلم. بيشخى امام حسين، بيشخى امام حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظك. اللهم صل على محمد وآل محمد. طريق مستمر بذكر قادة النصر وبالصلاة على محمد وآل بيت محمد. السلام. الله السلام ورحمة الله. من وين؟ من إيران. من وين ميرا؟ من ميناء إلى إمام الخميني. تتكلم عربي؟ إيه نعم. ممتاز. يعني بالأهواز؟ جريبي الأهواز. قريب. إيه 100 كيلومتر عن الأهواز. يعني عربي. إيه نعم عربي. نعم. أخبارك إن شاء الله تكون. الحمد لله. شكرا. نعم. شو اسم هالمدينة اللي جيت منها؟ ميناء الإمام الخميني. ميناء الإمام الخميني. إيه نعم. سربندر ما يسمونه. هم يسمونه. سربندر هم يسمونه. سربندر. إيه نعم. كيف جيت وصلت إلى؟ حد النجف بالسيارة هنا، ومن النجف من حرم علي بن أبي طالب إلى هنا. ماشي على الارض. راح تستمرون الى كربلاء ان شاء الله. ان شاء الله. شاهدت الخدمه، كيف شاهدت اليوم الزياره؟ كلش جيده، ويعني ممنونين من العراقيين واهالي المواكب باحترام جيد وعالي، يخدمون الزوار ويحترمون الزوار. ولبيك يا حسين. نعم. بصراحه لما دخلت الحدود الى الان حسيت بغربه؟ لا والله اهالينا. يعني حسابك واحد؟ اي نعم بيته. اها زين. موضوع المنام تواجهون به صعوبه؟ شلون؟ موضوع المنام المبيده تواجهون به صعوبه؟ لا الحمد لله ماشي. بالمواكب؟ اي بالمواكب ما شاء الله. المواكب حراره الجو. اي مهما يكون الجو شويه حار بس المواكب الحمد لله مخليه مكيفات شيء من الحمد لله. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يخليك. شلونك؟ من ايران؟ ايران. هاي صور منو؟ ها تعال، هاي صورة شنو؟ حاج قاسم. وهذا
شيء احمد الياسي. هذا منو هذا؟ عندي مشك. يعني شنو ترجم لنا؟ شلون؟ هذا منو هذا؟ ايران استان خوزستان عندي مشك. احد شهداء محافظة خوزستان. اها ربي يخليك، شكرا جزيلا. شكرا. الله خلي يشوفه، خلي يشوفه. هاي ما شاء الله هذا الجيل الصاعد جيل محب لقادة النصر، لشهداء الأمة التي تحترم شهداءها دائما تنتصر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أقول ما شاء الله ألف مرة لكل الأبطال، لكل خاصة الأقل من 15 سنة، هؤلاء اللي حقيقة يرسمون لوحة حسينية ثورية شبابية جميلة، رغم كل المغريات، رغم كل العواصف، رغم كل الحرب الناعمة اللي قاعد تستخدمها قوى الشر والظلام بتوجيه فكرهم إلى جهات أخرى، إلى دعم أفكار شاذة والعياذ بالله، ولكن ما شاء الله الأبطال مستمرين، وجيل بعد جيل قاعد يتجدد حب الثورة الحسينية وحب قضية الإمام الحسين عليه السلام. ايضا احد الاطفال اللي موجودين هنا، اذا يريدون يتقدمون خليه يتقدمون، اهم شيء لا تمنعون احد انه اذا يريد يتحدث خليه يتحدث. الان كثافه الزائرين ممكن يدخلون في وسط الكاميرا عادي، فدوه كاميراتنا اجهزتنا، احنا كنا فدوه لزوار ابا عبد الله الحسين. خليكم ويا هذه بعض اللقطات وراجعوا. هلا بزوار الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بزوار الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بخدام الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بخدام الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بزوار الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بزوار الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بخدام الحسين عساكم ما تعبتوا، هلا بخدام الحسين عساكم ما تعبتوا. يوم 20 صفر يوم الزيارة، يوم 20 صفر يوم يا عشرين صفر يوم الزيارة، البحرين حبيبي 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 حبيبي، ما تعباني؟ لا مو تعبان، اللي خدام ما تعباني؟ لا الحمد لله مو مكسرين صراحة. من البحرين؟ من المحرك. من المحرك؟ اي نعم. اي نعم. طريق الكويت. لا رحنا مش من السيارة ل كاظمين، من كاظمين من نجف، جينا من نجف الحمد لله. احنا 25 شخص من البحرين الى العراق. لا بس وايد وايد وايد. حبيبي حبيبي والله حبيبي حبيبي الله يحفظك. ما شاء الله بحرين، السعوديه، الكويت، ايران، باكستان، افغانستان، تركيا، وايضا العراق، كل الدول. الحسين يجمع الجميع، يجمع الكل، ان كانت حكومات تختلف سياسيا، ان كانت حكومات تتصارع فيما بينها، موجود الشعب، الشعب موجود، شعب هذه الدول كلها موجود اليوم بطريق واحد، طريق تقريبا عرضه 10 مترات او اقل. ما شاء الله. السلام عليكم. الله يخليك. حجي واقف هنا راد لقاء وراح يمكن احنا مود اللغه صعبه. طبعا من يعني الامور ايضا الجميله جدا البارحه ذكرناها، هي اكو جهه مهمه جدا في هذه الزياره، وهو ارشاد التائهين. مثل ما نعرف اختلاف لغات، ناس ممكن ما يندلون، يعني عسان اليوم كادرنا من بغداد ما نندل هذه المنطقه بصوره صحيحه، بصوره 100% نندل ازقتها والابعادها والافرع والاخره. هناك هيئه اسمها هيئه ارشاد التائهين، اي شخص يتوه يذيعون باسمه، اي شخص ما يندل يوصلوه بسيارات الى المكان المحدد اللي هو يعني ينتظر حسب ارقام الاعمده اللي موجوده على جانب الطريق. وهذا حقيقة من الأمور الجميلة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، الله يحفظك الله يخليك. تفضل. بيا تفضل. فارسي؟ نو نو من وين؟ فارد. تعال تعال.
اقول له فارسي. من وين؟ فارسي. ايران. فارسي. ايران وين؟ ايران مشهد. اصفهان. اصفهان. تكلم فارسي. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا قمر منير بني هاشم، يا ابا الفضل عباس. تشکر فراوان از مردم عراق به خاطر مهمان نوازی، به خاطر پذیرایشون. ان شاء الله اجرشون با سید و سالار و شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین باشه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل خدمة الامام الحسين، شكرا للشعب العراقي. يا رب تكون في ميزان حسناتكم، شفيعكم الإمام الحسين عليه السلام. هذا ما لخصت من كلامه، وكل الشكر للزميل أحمد سلام على الترجمة الفورية اللي دي يوفرها إلي. مثل حقيقة صعوبات حقيقة نواجه في هذه الأيام، خاصة بموضوع اختلاف اللغة. اتفضل. الله يخليك، الله يحفظك، أهلا وسهلا. طبعا خلوا شباب الآن أحد السيارات إذا تقدرون، خلي نسوي لقاء مع سائق هذه السيارة. السلام عليكم شباب، شوية شباب، شلونك؟ إن شاء الله بخير. الله يخليك يا حبيبي. طول المجال. أنتوا لمن يعني لا أي جهة؟ إحنا مديرية التموين والنقل تابعة للوزارة. الدفاع؟ نعم. نعم، شنو مهمتكم بالزيارة؟ إحنا على الكابسات مال الحاويات. عملكم 24 ساعة؟ 24 ساعة من 8 الصبح لحد الآن. وما تحسون بضغط عمل كبير؟ لا ما نحس، خدمة الحسين. أريد أسألك سؤال، تحس نفسك موظف لو خادم للإمام الحسين؟ أنا خادم للحسين. ربي يخليك، شكرا جزيلا، والله يوفقك من آخر العالم. ما هذه المشاهد تلخص اليوم الموظف والعسكري والعاطل والكاسب، كلها لخدمة الإمام الحسين. محافظات كاملة مستنفرة لخدمة هذه القضية. هذا اليوم رسالة لكل الأشخاص اللي يحاولون اليوم يحرفون للأنظار. حتى البارحة أكو أثارة وبعض الأمور والفتن لحرف الأنظار عن قضية الإمام الحسين والقضية الأربعينية. تعال هذا اليوم، هاي رسالة إلى كل بيجات الفتنة، هاي رسالة كبيرة. شونك؟ زين. شو اسمك؟ محمد. ملتقي بيك يمكن، مو هاي اول مره. ايش تسوي محمد؟ قاعد انظف الشارع. تنظف الشارع ما شاء الله، جابرك ليش؟ منو قال لك نظف؟ وانت تنظف بوحدك؟ انا ادي واحد قاعد ينظف وياي. عافيك. نظف وحكي. ايش عجب عاي في البيت؟ ليش ما تروح ترتاح بالبيت؟ هو هذا الموضوع. لا هي حلوه تتوسخ. شلون حلوه خدمه الحسين؟ حلوه خدمه الحسين، تستمر بها ان شاء الله. الله يحفظك. إلى أمس هناك بعض اليوم يريدون يزيحون الأنظار عن هذه القضية المهمة، يريدون اليوم يحرفون بس ما يقدرون. زيارة مليونية والشعب كله مستنفر، وكل خططكم باءت بالفشل. إذا بديتوها قبل عشرات السنوات بديتوها إعدامات واعتقالات، وبعدين حولتوها إلى مفخخات وقتل ممنهج وعصابات تنظيم القاعدة تقتل بالزوار، بعدين حولتوها إلى عصابات داعش مستمرة. الآن تريدون تحولوها إلى حرب فكرية، أيضا تخسرون بهذا اليوم، هذا الجمع الرائع اليوم اللي موجود بهذه الكلمة. الطفل هذا، الطفل محمد، بهاي حركة تنظيفه خسرتوا هاي المعركة الفكرية. طبعا أحبة المشاهدين، بهذه الأضواء اللي خلفي ولبيك يا حسين، وحسينيون حتى الظهور، والعراق أرض الظهور، مستمرة تغطية قناة الأيام الفضائية. له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور. يجد في الماء
المسيرة وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سهر والأميرة فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فدائيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان. رجعنا لكم احبتي المشاهدين ومستمرين بهذه التغطيه رغم كل التعب رغم الحراره العاليه ولكن نحس بفخر وحب لهذه التغطيه من اجمل ايام حياتي اللي قضيتها في قناه الايام الفضائيه هاي الايام رغم كل الصعوبات. خلي ايضا نتحدث شلونك تعال 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 يمي جسته وش تضحك انت شنو زائر لو خادم؟ زائر. زائر وين وين اهلك؟ بالحسين. بالحسين يرتاحون؟ ايه. ايش عجب شنو حتروح لزيارة الكربلة؟ ايه. المن رايح الكربلة؟ ازور. المن؟ المن الزور؟ الامام شو اسمه الامام؟ امام الحسين. ايه عفيت. ايه تحب الامام الحسين؟ ايه. الله يخليك الله يحفظك. حافظنا انشودة للامام الحسين شيء؟ لا. ابد قراية؟ لا. ما حافظ ايش عجب عود احفظ. تياصف. انا رجعت للرابع. ايش طلعت؟ ثاني. طلعت الثاني نجحت للرابع. ان شاء الله كل سنه تنجح تجي للزياره مو؟ ايه. الله يخليك ممنون منك شكرا جزيلا. هذا يوم العشق الحسيني حتى للاطفال عشق كبير جدا اللي حقيقه ما شاء الله يعني اللي تشاهدون المشاهد اللي خلفي ممكن كثر العدد خلنا ناخذ شويه جانب طريق نلتقي مع الزائرين ونشوفهم حقيقه تعبانين ما اعرف راح يستقبلونا ولا السلام عليكم حاج تعبان استريح 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 شلونك؟ ايراني خدمات زين عالي عالي خدمات من وين من ايران؟ شمال تشکر از ملت عراق خیلی خیلی خسته نباشن دستشون درد نکنه ان شاء الله جبران بشه اكو جام ايران اصفهان 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 جيت سياره مشي سياره مشي من النجف الى بله من مهران من مهران از مهران بله بله مرتاح جيد بله منام زين شلونك شكرا من وين من ايران ايراني اصفهان تبريز 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 شمال شمال تعبان خدمات زين؟ عالی خیلی عالی تشکر تکلم فارس رأيك بزیاد خیلی تشکر میکنم از زحماتی که این عراقی و همشهری های چیز زحمت کشیدن واقعا تشکر میکنم ان شاء الله بتونیم جبران کنیم عذرشون با خدا رب خلیکم شکرا جزیلا شکرا حبیبی احبت المشاهدین دائما الزائرین خاصة الإيرانيين يعني شيء جميل جدا عندهم شكر كبير وعرفان الى العراقيين ولكن احنا نحب نقول للاخوه الايرانيين احنا هذا واجب واجب على العراقيين لان وجود الامام الحسين عليه السلام نعمه كبيره فكيف نرد هذه اليوم نرد هذا الدين الكبير في اعناقنا وفي ارقاب العراقيين بوجود هذه القطعه المباركه من النبي محمد اليوم نردها بهذه الخدمة المستمرة لسنوات إلى كل الزائرين القاصدين كعبة الثوار وقبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام يا رب إن شاء الله هذه التغطية مستمرة إلى يوم 40 وراح نستمر بهذه التغطية المباشرة اليوم لأن البعض أو الكثير من الأحيان ما قدروا يوصلون بسبب ظروف معينة كانت صحية أو ظروف أخرى إن شاء الله نخليهم بصورة الزيارة الأربعينية ويعيشون اليوم نفس الزيارة الأربعينية باستمرار طبعا رسالة اليوم كادرنا اللي موجود في طريق النجف إلى كربلاء المقدسة انتهت وإحنا مستمرين ويعني حقيقة خلينا نتكلم اليوم بصراحة يعني اليوم أحد مصوريك هذا قناة الأيام الفضائية أثناء التصوير الأخ حيدر مهدي تعرض لحادث حرق من احد الموجود يعني اناء الشاي وقع عليه حار جدا الان ورا ذهب الى المستوصف ولكن ما توقفنا ممكن عندنا عذر نتوقف
ولكن لا مستمرين احنا. كل الصحة والسلامة ان شاء الله للأخ حيدر مهدي، وكل الصحة والسلامة لكل كادر قناة الأيام ولكل شبكة المراسلين الموجودة في المدن والمحافظات العراقية اللي قاعد تستقبل الزائرين، وكل الشكر للكادر اللي موجود في مقر قناة الأيام الفضائية في بغداد على أيضا التعاون والسهر المستمر من أجل نقل هذه الصورة للعالم أجمع. مثل ما وعدناكم هذه السنة قناة الأيام الفضائية تغطية غير، وستكون لها وزن كبير جدا في الزيارة الأربعينية خدمة لزوار الإمام الحسين وإلى الإمام الحسين عليه السلام. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، نلتقيكم بتغطيات أخرى مباشرة، إلى اللقاء. تماثيل الشهادة ما هم من نهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة، مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور.